الصين برضو بدأت يتفشى فيها تاني بالرغم انها كان اعلان. موجة تانية ظهرت وفي بكين بقى المرات دي. انت بتتعامل مع المجهول، بتتعامل مع المجهول. زائد ان الادويه مثلا على الاقل يعني على الاقل الاسبوعين اللي حضرتك هتاخدهم اجازه دولت ده قرار نهائي ولا لسه بتفكر؟ لا لا يعني بس اشوف بس النظام بس بتاع عين شمس لان عايزين يعملوه حاجه قويه طول عاطف اكيد عارف. والحاجه الثانيه الاصل عين النهارده الاخر اعلن تدشين منصه وهينزل بهاي ليفل لمستوى الاستشاريين يعني الكلام اللي انا عرفته. فالقصة يعني ده هتبقى كومبيتيشن جامد ما بين اماكن مختلفه. انا معاكم ان شاء الله ما فيش مشكله بس هي الفكره بس اسبوعين كده نشوف الجو هيمشي ازاي. بالظبط بالظبط. وبرضه خد فوت يا سامع عن المواعيد ونشوف في الاخر هنوصل امتى. طيب يعني في نص المحاضره محمد قاطعك وبعدين معلش سامحني في ماشي هنوصلها في اخرها ما فيش مشكله. طيب. احنا بيبقى في ديسكشن مفتوح. طيب. في الاخر يعني ما فيش مشكله. طيب وحضرتك تبدا تسجيل بردك وانت ابدا تسجيل يا ايوب عشان انا مش معايا تسجيل النهارده الحقيقه. لا مش الفيسبوك بيسجل ولا لا انا الاصل اللاب عندي عطلان هتكلم ادي المحاضره. لا انا بتكلم المحاضره تنزل لايف على الفيسبوك فبتتسيف اوتوماتيك موجوده على الفيس. حضرتك انا احمد عيسى ومعاك. طب كويس ماشي حلو قوي. احمد بدل محمد لا النهارده. اهلا بيك يا احمد. ازيك يا عيسى؟ في ابتدى يا اسامه ناس تقول اهو يا ريت نفضل الساعه 8 ابتدى ناس تتكلم عليهم. اصل هو دلوقتي العدد قليل في نص المحاضره يكون العدد خد القمه. هنشوف يلا بينا. يلا بينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش عندي اوبشن يا اسامه ان انا اسجل. طيب احنا على الفيس بحضرتك سجلها على الفيس بعد كده. ماشي انا بتكلم تنزل على الفيس خلاص مفيش مشكله. واحنا ممكن ناخدها من الشركه بعد كده لان انا اللاب حصل فيه عطل مفاجئ يعني. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنرحب بكم في ويبينار قسم العظام مستشفى النيل الاونلاين تيتشنج كورس. احنا معاكم الاثنين والجمعه وزي ما تعودنا ان يوم الاثنين بيبقى في سلسله الدكتور او الاستاذ دكتور محمد عبد الرحمن استاذ جراحه اورام العظام بطب عين شمس بداها ومكملها والنهارده ان شاء الله هننتهي من الجنرال. موضوع فيري انترستنج ان شاء الله. وطبعا احنا برضك يوم الجمعه الجايه زي ما تعودنا الجمعه الاولى من كل شهر معانا الاستاذ دكتور اسامه حجازي وكمل في سلسله البيدياتريك والسوبيديك. هو حصل تطور طبعا الاسبوع دوت انه الناس رجعت الشغل وطبعا حصل حظر تقريبا شيب اتفاك يعني. فاحنا في طور ان احنا بنشوف هنعدل الميعاد ولا هنكمل في نفس الميعاد. فاحنا ان شاء الله في تنويه كده في نص المحاضره لو هيأذن لنا استاذ دكتور محمد عبد الرحمن بارك الله فيه وبارك في علمه. وبيسعدني ان انا طبعا يعني اشكر شركه الكسير الراعي الرسمي لكورس قسم العظام مستشفى النيل. وطبعا بنكرر شكرنا ويعني ده صاحب بيت بقى الدكتور عاطف استاذ دكتور عاطف التاجي تشيرمان المتالق دائما الكبير بتاعنا زي ما بنقول دايما والعمده بتاعنا ربنا يخليه لنا يا رب يبارك لنا في صحته وفي علمه. وبيسعدني ان انا بطلب منه يقدم المحاضره. اتفضل يا دكتور عاطف. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر دايما موصول ليك يا اسامه ولقسم العظام بمستشفى النيل وشركه الاكزير الراعيه بتاعه محاضراتنا. انا سعيد جدا بنجاح هذه المحاضرات وكل مره الحمد لله الاودينس او الناس اللي بتستفيد بتكتر وده الغرض الرئيسي من المحاضرات بتاعتنا. وقد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيقابل اي زميل من الزملاء في اي مستشفى ولاقيه متابع ولاقيه عمال يشكر فينا شكر حقيقي جميل جدا احساس حلو قوي. احنا كنا عاملين كل ده علشان لوجه الله وعلشان نحاول نفيد زملائنا والحمد لله المسج وصلت ليهم كلهم كثيرين سواء في الدول العربية في أوروبا في أفريقيا بقوا يتابعوا محاضراتنا. فبشكر قسم العظام مستشفى النيل على هذا المجهود
بشكر المحاضرين our speakers اللي الحمد لله رب ربنا وفقنا ان احنا اخترناهم بعناية على اعلى مستوى، على مستوى ليس فقط مصر ولكن انا شايف انه على مستوى اعلى من كده بكتير. والنهاردة طبعا معلش النهارده بقى هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. انا عارف كل مواضيع الدكتور محمد عبد الرحمن بتبقى هامه، لكن النهارده الموضوع ده بيفرق كتير جدا، لازم نركز قوي معاه ولازم نخلي بالنا من كل كلمه هتتقال، لانه فعلا موضوع هيفيدنا بدءا من اي واحد كبير فينا لاصغر واحد. فبشكر الدكتور محمد مقدما، وان شاء الله هنشكره بعد انتهاء المحاضره الممتعه. اتفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على البيوبسي وانواعها. فاول حاجه هنتكلم عليها هاو تو اوبتين البيوبسي والبيوبسي تايبس. فالاول حاجه لازم ابقى عارف ان انا الصوت كويس عندكم يا دكتور اسامه ولا؟ كويس يا محمد. كويس ما شاء الله. طيب بس لو قربت يعني لو قربت اللاب سنه كده يبقى افضل يعني. تمام. فاول حاجه هنتكلم عليها الايم بتاع البيوبسي، اللي هو طبعا كلنا ما بنعملش البيوبسي كده وخلاص، لا لازم ابقى عارف ان انا الايم بتاعي اوبتين سفيشن ريبريزنتيف باثولوجيكال تيشو، وكل كلمه لها معنى. لازم سفيشن ولازم يبقى فيه ريبريزنتيف ولازم يبقى الابنورمال او الباثولوجيكال تيشو فور اكوريت تيشو دايجنوزيس والستيجنج. لان انا لو ما خدتش sufficient amount هيبقى ما عملت، يبقى انا عملت عمليه بدون فايده، ولو انا ما خدتش من التشو المطلوب برضو يبقى نفس القصه، يبقى it is a negative result. وكتير قوي بنشوف بايوبسي يجي يقول لك هيماتوما، يجي يقول لك muscle tissue fatty tissue، وبالتالي يبقى ده non representative، انا عملت عمليه بدون داعي. فبالتالي لازم انا باخد من الاكوريت تشو، وده هنقوله انا ازاي. الحاجه الثانيه بقى ودي الاهم، ان انا ما اظلمش العيان او اضيع فرصته في الليمب سالفيش، لان انا ممكن اعمل بايوبسي تنتيب امبيوتيشن، يبقى انا كده ضيعت فرصه العيان وممكن يبقى فيه مشكله. الصح ان انا ابقى عارف الرولز ان انا بحافظ بيها على التيشوز الكومبارتمنت، ان انا ما اعملش كونتامينيشن او ديسيمينيشن للتيومر. فاول حاجه هنتكلم عليها اللي هي انواع البيوبسي. عندنا البيوبسي الموست اكتف جروينج بارت، ده دايما بنقول عليه اللي هو السوفت تيشو كومبوننت اوف ذا ليجن، او الليست مينراليز بورشن اوف بون. لكن لما الاقي حته هارد كالسيفايد يبقى ده ماتيور بون زي الماتيور كلس، فبالتالي ما هياش فيها اي ريبريزنتيف تيشو. الجروينج بارت بتاع التيومر اللي هو البريفري هو ده اللي بيبقى فيه الاكتف جروس، وهو السيلولار بارت بتاع التيومر. فبالتالي البيوبسي بتاعتي هتبقى دايركتد للسايد ده. فعندنا البيوبسي لازم نبقى عارفين، وده تقريبا هنقسم المحاضره لثلاث تلات. التلت الاولاني اللي هو الاوبن بيوبسي بنوعي، سواء الانسيجنال والاكسيجنال، ولازم نبقى عارفين الفرق ما بينهم، وزائد الكلوزد بيوبسي اللي هي الجايدد بيوبسي. فاول حاجه الاوبن بيوبسي ده بنقسمها الى انسيجنال. يعني ايه انسيجنال؟ عندي تيومر سي اوستو ساركوما في الديستال فيمر، ما ينفعش اشيلها لان ده لها بروتوكول في المانجمنت، ان انا باخد الاول بعد الراديولوجيكال ايفالويشن طبعا بالستيبس بتاعته اللي احنا قلناها بالتفصيل، بناخد التيشو دايجنوزيس اللي هو بيبقى الجزء اللي بيوصلني للاكوريت دايجنوزيس. حاجه ثانيه زي ما قلنا البيوبسي مهمه ميديكو ليجل عشان اكوريت تيشو دايجنوزيس، والحاجه الثانيه مفيش دكتور راديو كيمو ثيرابي اللي هو زمايلنا بتوع الكلينيكال اونكولوجي هيدوا للعيان كيمو ثيرابي من غير تيشو دايجنوز. فبالتالي انت لو راح له العيان باكس راي والسي تي وام ار اي و بتقول ان الساركوما نيفر ان هيديله كيمو ثيرابي من غير البيوبسي. ليه؟ الكيمو ثيرابي العيان بيمضي على اقرار، ممكن يحصل له انفيرتيلتي، ممكن في كومبليكيشن، ممكن يحصل هارت فيلير، في نسبه 2% ديس من السايد افكت بتاع الكيمو ثيرابي. فبالتالي مش هيدي الكيمو ثيرابي الا بالاكوريت تيشو دايجنوز. فعندنا التيومرز اللي هي الايوينج الاوستوساركوما الهاي جريد مالجنسي ما بنعملهاش ريسكشن،
يعني زي ما قلنا البروتوكول في ادجفنت ايه اللي هو بنسميه النيو ادجفنت كانسر ابو الكلام ده. فبالتالي الانسيشنال بايوبسي ده تيكينج بارت من البريفري بتاع التيومر وليفينج التيومر ماس انتكت، وده لها رولز هنقولها بالتفصيل وايه مشاكلها والكلام ده. النوع الثاني اللي هو بنسميه اكسيجنال بايوبسي، معناها ان انا هيبقى باخد بايوبسي وفي نفس الوقت ديفينيتيف مانجمنت، يعني ممكن اشيل التيومر في نفس الوقت وانا باخد البايوبسي، يبقى كانها بيسموها ايه اتنين في واحد زي ما بيقولوا. فبالتالي ده هيبقى له كرايتيريا ما ينفعش اعمله، قلنا في الهاي جريد مالجنسي يبقى لازم يبقى حاجه بيناين وتبقى او لو جريد مالجنسي او سوفت شو تيومر، وتبقى في الحاجات اللي احنا قلناها في اول محاضره خالص اللي هي بنسموها الديسبنسبل او الريسكتابل بونز او السمول بونز. ده زي ليجن في الكلافيكل، في ريب، في باتيلا، في ري متكاربل، حاجات اللي هي سوفت تيشو اللايبوما الفايبروما، الحاجات ديت انت ممكن تعمل لها على طول اكسيجن طالما انك قاري اشعاعاتك والام ار اي بتاعك كويس وشايفها والكابسوليتد والسيركمسكرايبد، مفيش كونتامينيشن في السراوندنج ماسل، مفيش بريتيومرا القديمه، الحاجات اللي هي الكرايتيريا بتاعتنا، يبقى اقدر اعمل لها اكسيجن. وهنا ده هيبقى كانها اكسيجنال بايوبسي وفي نفس الوقت كانها الديفينيتيف مين سيرجري اللي انت المفروض بتعملها. وده برضو تقريبا نص المحاضره وهوريكم اكزامبل كتيره جدا ليه ان شاء الله. النوع الثالث من البايوبسي اللي هو بقى بنسميه الجايدد بايوبسي، سواء بنعملها الترا ساوند او سي تي جايدد بايوبسي، اللي بيحددها الدكتور طبعا دي نوع من الانترفينشن دايجرافي، تقريبا احنا مش احنا اللي بنعملها، اللي بيعملوها زمايلنا واساتذتنا بتوع الايه الراديو دايجنوزيس اللي هو الانترفينشن راديوجرافي. والبريبريشن بتاعها الصح، يعني انا قابلت اساتذه كتير منهم بيبقى معاه جهاز السونار وفي اوضه الستين، وطبعا بيبقى لها بريبريشن محضر معاه لايت انستيزيا اب تو انه ممكن يعملوا في بعض الحالات بيعملوها سبانال انستيزيا لو في اللور ليم وفي تشايلد والريتابل والكلام ده. الايم بتاعي النهارده ان انا اخد بايوبسي ويز مينيمال كونتامينيشن للسراوندنج تيشو. دايما العيان بيسالك وتلاقيك بيكتب على الفيسبوك العينه يا دكتور بتبوظ ليه الورم وبتنشر الورم، هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده لو انا ما اتبعتش الرولز والبايوبسي مانداتوري، لازم تفهمه كده، البايوبسي دي مهمه، من غيرها مش هقدر اشخص، من غيرها مش هقدر اخد كيمو سيرابي. فبالتالي البايوبسي لو انا اتبعت الرولز هامينيمايز الكومبليكيشن بتاعتها. الكلوزد بايوبسي ميزتها ان عامله زي المناظير بتاعتنا، بتخش بالنيدل تارجت الحته اللي هي الاكتف جروينج بارت وبتديني ريزلت ممتاز، هوريكم عشرات الامثله دلوقتي من في البلفس والسباين اللي هي اماكن عشان اخد بايوبسي من السكرم، هضطر افتح ابروتش كبير جدا عشان اوصل اخد حته سنتي في سنتي من التيومر. نفس الكلام في السباين، الجايد بايوبسي بتوفر لي ان انا افتح واسلك بارا سباينال ماسل واوصل لغايه البيديكال او البودي اوف الفيرتبري او اخش ترانس ابدومينال، فالجايدد بايوبسي مينيمال عباره عن خرم ابره زي ما بنقول وزود اني ايه فيرزر كومبليكيشن ميجور ان شاء الله. برضو الجايدد بايوبسي وانا بعمل اسبيريشن هوريكم مثال دلوقتي، الدانيو بلازم ولا انفكشن ولا سيست، انت يعني مش قادر تحددها قوي، احيانا الام ار اي كواليتي بتبقى مش كويسه برضو، وانا بعمل اسبيريشن او الجايدد بايوبسي هيطلع لي فرانك بس، يبقى ده وفر عليا الايه القصه كلها، هيطلع لي سوليد تيشو او فرانك بلاد، فبالتالي هقدر افرق ما بين التيشو ايه تايبس. برضو البايوبسي زمان كانوا بيعملوها لو احنا تفتكروا بتوع اخواننا بتوع الهيماتولوجي اللي هو الاسترنال والاليك كريست بانكشر في حالات المايلوما والميتاسيس، كانوا بتاخد دايما التاب بتاعك من الايه استرنال او الاليك كريست، هيقول لي ده بلاد ديزيز ولا ميتاسيس. طبعا الكلام اتغير في اخر 7 8 10 سنين، بقى 90% من البايوبسي دلوقتي بنعملها كلوز تقريبا، والريزلت بتاعتها لو اتعملت جايدد اندر يعني حد بنسميها تريند بروفيشنال ايه هتبقى الريزلت كويسه. الكلوزد بايوبسي كمان دلوقتي فيها ميزه، بعض مراكز الاشعه الكبيره بيتعاقدوا مع اساتذه الهيستوباثولوجي وبيبقى محاضر معاهم بالميكروسكوب وبيعمل فروزن سيكشن وهو المريض على ترابيزه الاشعه على يشوف ريبريزنتيف تيشو اكروت، وكلنا بدون ذكر اسماء عارفين القصه ديت،
ميزتها ان الفالسيز او النيجاتيف ريزلت تقريبا هتبقى نل، طالما ان انا العيان قبل ما يمسك على الترابيزه شفت السيلز وقدرت اقول ان ديت بلازما سيل دي كذا كذا كذا، بدل ما يجي في اللي يجي لك بعد اسبوع العيان نتيجه العينه يقول لك نيجاتيف نون ريبريزنتيف تيشو والكلام اللي احنا قلناه. فبالتالي البيوبسي بتعتمد على الاكرو دياجنوز. الجايدد بايوبسي الفكره بتاعتها والاوبن الدياجرام ده موجود من الثمانينات وكان مشهور جدا بتاع سيبا جايج الكتيب بتاعهم. اهم رول في الكلوزد بايوبسي او الجايدد بايوبسي ان انا ما بعملش مالتيبل تراكس، لان انا لو دخلت من مالتيبل تراكس زي ما بتعمل اسفيريشن كده للانفيوجن فيني مره من السوبرا باتيلر مره ترانسفيرس من الباتيلا مره من تحت لفوق، يبقى انا كده عمال اعمل ديسيمينيشن في مالتيبل تراكس للتيومر. لا، لازم تبقى سنجل بورتال او سنجل بوينت اللي انا بخش منها، وممكن اعمل منها زي ما احنا شايفين في الرسمه ريدايركشن للنيدل بحيث ان انا ما اعملش كونتامينيشن سوبيريور وانفيريور، لان البيوبسي تراك ماست بير سيكتابل وهنقولها بالتفصيل دلوقتي. فبالتالي لازم زي ما احنا شايفين في الرسمه البورتال يبقى سنجل واعمل ريدايركشن في الليجن زي ما انا عايز، ولكن تبقى سنجل بوينت. طبعا الاوبن بايوبسي هنقولها برضو بالتفصيل لازم تبقى في ان ذا سيم فيرزر ابروتش اللي هفتحه بعد كده في ريكونستراكشن، تبقى سنتر على الابروتش. يعني انا لو داخل ميديال يبقى لازم تبقى البايوبسي بتاعتي ايه، ان انا لو هسلك التيومر النيوروفاسكولار باندل يبقى لازم تبقى ميديال، لو لاترال زي كده يبقى لازم تبقى جزء من الابروتش اللي هتبقى ريسكتد بعد كده. طبعا العيان بيتعمل اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن زي كانك بتعمل اسبيريشن في اوضه العمليات، وفي نفس الوقت الدكتور الاشعاع بيعقم تعقيم كامل زي ما احنا شايفين، وبيبقى شايف على المونيتور قدامه بيبص وبيحدد الايه المكان اللي هيخش فيه، وبياخد العينه وبعد كده بيطلعها يعمل منها فرد فيلم، وبعد كده بيحط بيشوف الفروزن سيكشن زي ما قلنا بالميكروسكوب لو ده افيلابل، وفي نفس الوقت بيحطها على فورمالين، وبعد كده يبقى المين اناليسيس بتاعنا اللي بيتعمل. زي ما قلنا في ممكن تعمل الترا ساوند في حالات السوفت تيشو تيومر او في حالات البريست زي ما احنا شايفين، بيبقى شايف بالبروب وبيخش بالتروكر والكانيولا بتاعته او الجايدد نيدل، ويقدر وهو شايف على الشاشه بتاع جهاز الالترا ساوند يحدد المكان. في حاجات ممكن بتتعمل من غير جايدنس، يعني مثلا عندي كوليكشن وحاسس ان هو سيستيك في الساي، ممكن اعمل له دايركت اسبيريشن بوايت بور كانيولا او في ابر مخصوصه للكلام ده. في عندنا بتبتدي من اول الفاين نيدل اسبيريت، بنخش على التروكت نيدل اللي هي بتاخد بانش من التيشو، في عندنا الفاين نيدل ودي لها انواع كتيره جدا، وحاجه اسمها البيوبسي كيت ده موجوده كانت عندنا زمان في الدمرداش بنشتغل بيها، بتخش حاجه زي مخراز ولها جزء بتفضي بيه الايه الكور اللي بتاخده زي ما شايفين كان لها كذا شكل. في حاجات ريدي ميد زي كده ده بتتباع في الشركات، وده معظم مراكز الاشعه بتستخدمها اللي هي بتبقى سنجل يوز عامله زي الشيفر كده والحاجات بتاعتنا، وبيخش ياخد كور وبيفضيه بالاكستراكتور بتاعه اللي هو ده، بيبقى واخد الكور 2 3 زي ما انتم شايفين، وده اللي يقدر يعمل منهم الاناليسيس او الهيستوباثولوجي اللي احنا عايزينه. الجايدد بايوبسي دلوقتي بتتعمل في اي حته في الجسم، يعني ممكن من الهيد هيومرس زي ما احنا شايفين، ممكن من الجلونويد ادي ليجن في الجلونويد بخش له من سيف اريا تماما بوستيريور، وفي الهيد هيومرس ادي زي ما شايفين في الفيمر الاليا كريست من السوبرا استابلر اريا من الاسكيم من الساكرو اليا السباين بيبقى تو بورتال، اما بتخش دايركت لاترال على البودي لو الليجن في البودي، لكن لو الليجن ما بين زي كده بتخش ترانس بيديكولار اندر ايمج جايدد بالسي تي والكلام ده زي ما احنا شايفين اهو. ادي هنا داخل دايركت، هنا ممكن تخش له بارا سباينال، ممكن تخش اهو على جانسيل تيومر في البودي اوف ذا فيرتيبري، برضه في الثوركس ممكن تخش بعيد عن الريب وتنشن على الحته اللي انت عايز منها اهو، تخش ترانس بيديكولار زي ما احنا شايفين في كذا اكزامبل، عندي تيومر في بين الريب والاسترنم هنا ده في الفيرست ريب، او بتقدر تخش دايركت عليها من ايه وتبقى شايف قدامك على المونيتور بتاع السي تي، وفي نفس الوقت ادي سي 1 في سي 3 وفي الديفرنت فيرتبرا في الديفرنت ليفلز
بتقدر تاخد. عندي هنا تيومر طالع من الانتيرور وولف ذا استابلم، شايفينها في حته غلسه جدا، دي عشان تفتحها هتضطر تفتح اليو فيمورال اولينجوينال ابروتش جايدد بايوبسي فيري سيمبل، بتخش تاتاك الحته اللي فيها الليجن. هنا نفس الكلام، عيان ده كان عنده باجيت ديزيز وطالع واخده الهيمي بيلفز، برضه اتاخدت هيمي نيل بري اسيتريت هنا في البوستيريور بارت بتاع الايه الساكرو الياك، وبتقدر تخش هنا في البيوبس. فهنا في البروكسيمال فيمر زي ما شايفين كذا اكزامبل في النيك في الانتر تروكانتريك اريا، دي حاله جاينت سيل برضه اهي في واخده الابيفيزيوفيشال بارت بتاع الهيد فيمر. هنا دي خد حاله براوس اوس ساركوما، شايفين الكالسيفيكيشن والتيشو كله على الميديال اسبكت بتاع الفيمر عند الليسر تروكانتر، برضو بالابره تقدر تخش وتاخدها سيف من غير اي مشاكل زي ما احنا شايفين. الفود برضو من الكومن سايت للتيومر، ادي هنا في الهيد تيلس هنا في التيبيال البلافون اهيت، وادي هنا الدوم بتاع التيلس هنا في الكالكينيس، ادي هنا ده كالسينوفيال ساركوما في الفود، شايفين السوفت تيشو كومبوننت كله هو على الانتروميديال بارت والميديال بارت بتاع الكالكينيس والروجن، برضو ادي الابره وتقدر تاخد من الفود فيري سيمبلي زي ما قلنا بايه كانك بتعمل منظار او خرم. برضو حالات الاوستاركوما في الفيمر زي ما انا شايفين بتقدر تاخدها من الموست اكتف جروينج بارت اللي هو السوفت تيشو كومبوننت. برضو هنا انذر اكزامبل اوستاركوما، وادي اللي تحت ديت ايونج ساركوما باين فيها الاونيون بيل ابييرنس، برضو بتقدر تاخدها. الحالات اللي في الاسكيم شايفين ادي الاكس راي وادي السي تي جايدد بايوبس، حالات اوس ساركوما مختلفه الاكتف جروينج بارت زي ما قلنا البريفري اوف ذا تيومر وليس السنتر، وبتخش بالابره تارجت الايه ده هو ده اللي بيبقى فيه الريبريزنتيف تيشو اللي تقدر تدي لك اكوريت دايجنوس. برضو من حالات الانفكشن اللي بنشوفها، ده طفل عنده 9 سنين في كوليكشن زي ما شايفين، واللينج في الدستراكشن في الديستال فيمر وفيها بريوستر اكشن عامل زي بتاع الايوينج، هل ده انفكشن ولا ايوينج؟ برضو ما بتعمل الجايدد بايوبسي تفرق لك هل ده انفكشن ولا لا، وتقدر تشوف بتخش بالابره وتاخد من الايه التراك والمست ايه، وادي باين الكوليكشن انذر كيس ده اوست ساركوما ولا انفكشن. المنظر بتاعنا بون فورمينج تيومر وسكلروزس و و في الاكس راي وفي السي تي والام ار اي في مرو ديما وفي بالاوستر رياكشن، اما دخلت بالنيدل طلع فرانك بس، فده كان اكيوت اوستيومالايتس اون توب اوف كرونيك، تقدر تحدد وبتبقى باينه قدامك زي ما احنا شايفين. حالات السوفت تيشو ساركوما والتيومر، ده عيان كان عنده لايبو ساركوما طالعه لازقه في البلادر وواصله ولازقه في الروت اوف ذا بينس زي ما احنا شايفين، وفي حته غلسه جدا في البلفس، برضو الحته دي عشان تخش بتنزف جامد جدا، بعد البيوبسي مزيتها داخل او من جنب البينس وعلى السوفت تيشو كومبوننت بتاع الليجن وتاخدها بالابره. فالسوفت تيشو تيومر فيري ايزي برضو تبقى تعملها من غير اي كومبليكيشن. برضو عيان ده كان عنده نيورو فايبرو ساركوما في الكومن برونيال نيرف، وبرضو جاد البيوبسي ايه وصل الدياجنوزيس بمنتهى السهوله. برضو حالات اللايبو ساركوما العيان ده في اللايبو ساركوما كانت فيري هيوج في البوبليتيا الفصة زي ما احنا شايفين، لدرجه ان الفيمورال فيسل كان نايم ما بين الماس وما بين الباك اوف ذا التيبل البوبليتيال سيرفيس اوف ذا فيمر زي ما شايفين فيمورال فيسل اهو، فده ممكن يتعور منك ممكن يحصل هيموريج جامد او الجايد بايوبسي اهو، شايفين الفيسل كومبريزد اهو، فالسيف انك تعملها جايدد بايوبسي زي ما احنا شايفين اهو، وتبعد عن النيرف والفيسل والقصه ديت، وبتدي لك اكوريت تيشو دايجنوزيس زي ما احنا شايفين كده. الجايد بايوبسي يعني فيري سيمبل من غير كومبليكيشن جامده، الحاجه بس المهمه فيها انك ممكن بترسم للدكتور الانترفينشن راديوجرافي الحته المستحب بتاخد منها، وده حسب قرايتك طبعا للسي تي والام ار اي اللي هو الموست بريفري او الموست اكتف جروينج بارت. وبرده يستحب ان تبقى في الريسكتابل تراكت لما هنشوف دلوقتي في حالات الاوبن بايوبسي، بحيث ان الاريا دي لو هي كونتمينيتد سنتي في سنتي بتقدر تعمل لها ريسكشن مع المين بايوبسي او المين تيومر بعد كده. وزي ما قلنا الاكروسي ريت فوق ال 90% لو اتعملت في مراكز الاشعه التقليديه، لو اتعملت في وجود دكتور هيستوباثولوجي كويس بتبقى النيجاتيف ريزلت تقريبا صفر، فبتوصل الاكروسي بتاعها 100%. ودي مستحبه نعملها زي ما قلنا في كل تيومر دلوقتي.
انا شخصيا في اخر كام سنه ما عملتش، يعني مش عاوز اقول لكم غير 2-3 بايوبسي اللي هم بقى بيبقوا سكلروتيك بون وبيخش بالنيدل ما مش عارف يخرم فيها والكلام ده. لكن الصح ان انا اعملها جادي بايوبسي. الاوبن بايوبسي كنا بنعملها زمان كتير جدا، افرض انا في منطقه نائيه في مكان ما فيهوش اكويبمنت او العيان هيبقى صعب يتنقل انه يعمل الايه الجادي بايوبسي، لو هضطر اعمل اوبن بايوبسي البرنسبل بتاعتنا هي السلايد دي، لازم النمره واحد يبقى سمول لونجيتودينال انسيجن. الحاجه الثانيه احنا قلناها في الدياجرام تبقى اللاين ويز فيرزر سيرجري، يبقى لازم البايوبسي تراك تبقى ريسكتابل بحيث ان البايوبسي تراك اذا كونتامينيشن لو انا ما شلتهاش هيحصل ريكرنس للتيومر مع بعد فتره، ده بعد شهرين ثلاثه ست شهور العيان جاي يبقى شايل السيفتي مارجن بتاعك كويس وشايل الديستال فيمر وتلاقي حصل ريكرنس من بايوبسي سكار. فمهم قوي ابقى عارف ان البايوبسي سكار اذا كونتامينيشن لازم تتشال مع الايه ولازم تبقى في الفيرزر ريكونستراكتيف ايه ابروتش. الحاجه الثانيه نو فيشال بلينز، يعني انا في الماج اعمل بليد فيمر بفتح وارفع الاليوتيبيال تراكت واخش من بين البوستير ولا لا الكومبارتمنت، لا هنا غير مسموح، لازم يبقى شارب انسيجن ثرو سنجل ماسلز، يعني ما ينفعش اشوف الفاستس لاترالز والميديالز، انا كده عملت هيماتوما عملت كونتامينيشن الاثنين، يبقى لازم الابروتش بتاعي سنجل ماسل ثرو دايركت ماسل، وزي ما قلنا تبقى دايركت ثرو السوفت تيشو بارت بتاع التيومر لان ده الاكتيف جروينج بارت. لو انا في بعض التيومر زي حالات الاوستوساركوما بتبقى هارد كالسيفايد بون ما فيش فيها سوفت تيشو جامد، فبالتالي هضطر اعمل اللي هي الحالات اللي هي بنسميها السنترال اوستوساركوما هضطر اعمل كورتيكال ويندو. الكورتيكال ويندو بتاعتي لازم تبقى لها رولز، ما ينفعش اعمل ريكتانجل او سكوير لان ده بيبقى كورنرز ده بيحصل عليها ستريس رايزر افكت ممكن عيني يتكسر بعد البيوبسي يبقى سيجيب له باثولوجيكال فراكشر. المستحب ان انا لو هعمل الويند في البون يبقى اوفال اور اوبلونج، ممكن ارسمها بالبنطه او اعملها لو عندي كيربت اوستيوتوم وهوريكم كم صوره ليها دلوقتي. وده في حالات لو ما فيش ميجور سوفت تيشو كومبوننت اقدر اخد منه البيوبسي، فبالتالي لازم اعمل كورتيكال ويندو. الكورتيكال ويندو ايه مشكلتها؟ زي ما قلنا ممكن تكسر العظمه immediately بعد البيوبسي بكام يوم، فبالتالي لو انا عملت ويندو يعني 2 في 2 سم او اكتر لازم اعمل كيرفول هيمستيزيس، يعني عشان التيومر دي هتبقى اكسترا فازيتد هتعمل لي سوفت تيشو كونتامينيشن في السراوندنج ماسل. ولو لو لقيت في اوزنج جامد هنستخدم ريديفاك ولا لا هنقولها كمان شويه ولها رول. والحاجه الثانيه لو لقيت هيماتوما تيومرز احيانا بتبقى فاسكولار لازم هعمل سيلينج للويندو ده بسيمنتيشن، بجيب جزء من اسمنت صغير وبقفل بيه الايه البايوبسي تراك والكلام ده. وهنشوف برضو اكزامبل ليها. زي ما قلنا اما باجي اعمل بايوبسي لازم ارسم الابروتش اللي في دماغي هعمل منه الريسكشن وريكونستراكشن بعد كده. فبالتالي لو انا عندي قصه ساركوما في البروكسمال هيومرس او في الهيد هيومرس فالبايوبسي بتاعتي ما ينفعش يبقى ديلتو بوكتر الابروتش، يبقى انا كده بوظت الدلتويد ماسل وبوظت الايه البايسبس ماسل، لازم انا بخش لاترالايزد سنه وابقى ثرو الدلتويد ماسل بس عشان لو حصل كونتامينيشن هيماتوما يبقى البايوبسي تراكت ما اجي اشيل اشيل جزء من الايه الدلتويد. نفس الكلام مش المفروض ده عيان كان سوداني جاي لي بالبايوبسي معموله يعني لازقه في الباتيلا ليجامنت، فانت كده بوظت الكوادريسبس ميكانيزم. البيوبسي لو في الابر تيبيا لازم باخدها اما لاترال او ميديال ولها رسمه هنشوفها كمان شويه. الحاجه الثانيه لما باجي اعمل ريكونستراكشن زي ما قلنا البيوبسي تراك لازم باخدها اليبس على الاقل 1 انش اول اراوند تبقى ريسكتد داون مع الماس، وهنشوف برضو ليها صور دلوقتي. هنا لو عندي تيومر ميديال زي كده يبقى انا ما بخشش من الايه الريكتس، الريكتس دي اهم جزء في الكوادريسبس، يبقى بخش ايه مسرو الفاستاس ميدياليس، برسم الابروتش بتاعي اللي هسلك منه الفيمورال فيسل وهو داخل بعد كده على الباك اوف ذا فيمر، وبخش سرو الفاستاس ميدياليس وبفتح المسل والكبسول بتاع التيومر واخد من البريفري بتاع التيومر زي ما احنا شايفين ان يعني ده بيبقى الاكتيف جروينج بارت. لو انا بقى عندي تيومر هارد كالسيفايد زي كده ما فيش سوفت تيشو كومبوننت جامد، شايفين عباره عن كالسيفيكيشن
كلها وما فيش اي سوفت تيشو قليل قوي، يبقى انا برضو بخش سمول انسيجن من الفاستس ميدياليس وبعمل الايه الويندو بتاعتي. وهنا عيانه كانت بريزنتد لنا بالليجن يعني اكس راي ام ار اي في اللود ليفل ابيفيزيال متافيزيال اكسنتريك، يعني زي ما الكتاب بيقول ده اللي ما يقولش جان سيلف يبقى غلطان. العيانه دي اتعملت جايدد بايوبسي زي ما احنا شايفين، البايوبسي طالعه تلانجكتيتك اوس ساركوما يعني مش ماشيه مع قرايات الاشعاعات، وبعتها قرت السلايد في مكان تاني برضو تلانجكتيتك اوس ساركوما هتفرق معاك في المانجمنت. فخلاص يبقى في الحالات دي عايز تكونفيرم، وخصوصا ان العيان اهله مقلق ويبقى ممكن تعمل ايه اوبن بايوبسي اي بتفتح اهوت، وزي ما قلنا بتاخد من تخش سول فاستس لاتيراليس سوري فاستس ميدياليس وتاخد البريفري بتاع السوفت تيشو اللي قدامك وتعمل راوندد اور اوبلونج ويندو في البون. مهم قوي انها ما تبقاش زي ما قلنا لا سكوير ولا ريكتانجل عشان تقلل الاستريسلايزر افكت اللي ممكن يعمل لك باثولوجيكال فراكشر مكان البيوبسي بعد كده. ادي انذر كيس كان عنده لو جريد سنترال اوس ساركوما، وده بتبقى عباره فيري هارد كالسيفايد ماس ما بتعملش احيانا بروس رياكشن لما تبقى نيجلكتد فتره كبيره، فبالتالي التيومر كلها جوه البون. برضو بعته يعمل جاد بايوبسي فيلد ان هم ياخدوا ريبريزنتيف تيشو. في الحاله دي هتخش لازم بقى تعمل ايه الويندو بتاعك زي ما قلنا بتبقى راوندد وتاخد البايوبسي بتاعتك، وهيبقى فيه هيماتوما او هيموريج جامد ممكن بتعمل كونسيلنج ليها بحته اسمنت، ده بيقلل الاستريس رايزر وفي نفس الوقت يمنع ان التيومر تخرج لبره تعمل كونتامينيشن للايه سوفت تيشو او للسراوندنج ماسل. الانسيجنال بايوبسي وماست افويد دورينج الاكسبوجر الترانسفيرس انسيجن، لازم البايوبسي بتاعنا كله يبقى فيرتيكال لان كل الابروشز بتاعتنا في الاكستريميتيز تقريبا كلها ايه لونجيتودينال او فيرتيكال ما عدا الثلاثه سايتس دول اللي كريست ده بياخد كيرفيتشر معين، ولو عندي تيومر في الكلافيكل او الريب لان دول ربنا خلقهم نورمالي لاينج ترانسفيرس. فبالتالي الابروتش بتاعنا لازم يبقى الموتيدنال ما عدا في الالياك كريست والكلافيكل والريب. الحاجه الثانيه ان انا افويد النيورو فاسلر باندل تراك، لان انا لو حصل شويه هيماتوما والهيماتوما دي بقت فيها شويه تيومر تيشو او سيلز بوظت النيورو فاسلر باندل، فلازم تبقى كومبليتلي اواي من النيورو فاسلر باندل. وزي ما قلنا ان انا ما بفتحش فيشل بلين، لازم بخش ثرو سنجل ماسل عشان ما اعملش باي كومبارتمنتال افكشن للماسلز. برضو ما بقاش قريب من الميجور تندونز زي الكوادريسبس او الريكتس تندون او الايه الباتيل ليجامنت، والا دول هيبقى كونتامينيتد وبالتالي بيبقى انت بوظت الاكسنسور مكانيزم بالكامل هي او الميجور تندون عموما. برضو ان انا لو عندي ليجن قريب من سطح الجوينت ما عديش الجوينت عشان ما اعملش لو حاجه في الديستال فيمر ما اعملش كونتامينيشن للايه بروكسيمال تيبيا، دونت كروس الجوينت. ده الرولز الاساسيه في البيوبسي. زي ما قلنا لو عندي تيومر في الكلافيكل زي كده ميديال بفتح ترانسفيرس عندي اهيت في اللاترال اند اوف ذا كلافيكل، برضه هنا البيوبسي متاخده ترانسفيرس، وهنا زي ما شايفين لما تيجي تشيل التيومر باللاترال اند اوف ذا كلافيكل بتشيل السكين لان ده كونتامينيشن زي ما قلنا بالايه السبكوتينيوس داون تو ذا بون. القاعده برضو اللي بعد كده زي ما قلنا بخش ثرو سنجل ماسل، هنا عندي تيومر في اللاترال بارت بتاع التيبيال بلاتو ما اخشش على الباتيلر ليجامنت عشان ما ابوظهوش، يبقى انا هخش ثرو التيبياليس انتيريور ماسل، ده الابروتش بتاعي. لو عندي ميديال ده سبكوتينيوس ما فيش مشكله بتبقى سكين سبكوتينيوس دايركت على الليجن. وزي ما قلنا في الشولدر اريا ما بخشش ترانس دلتويد بتاع ده دلتو بيكتور الابروتش، لا بخش ثرو الدلتويد ماسل دايركت على الليجن عشان ما اعملش افكشن للايه البيكتوراليز ميجر. البيوبسي تراكت شود بي ريسكتابل از ليفينج ان اكسايزد بيوبسي سايت از تو انفايت لوكال ريكارنس. زي ما قلنا لازم انا ابقى عارف كويس ان انا هشيل البيوبسي انسيجن وشود بي بليست in a location appropriate for subsequent excision of all tissues exposed during the biopsy without compromise the definitive reconstructive surgery بعد كده.
ادي عيانه كانت جايه لي عندها براوستر اوف ساركوما في الديستال فيمر، معمول لها 3 اوبن بايوبسي، وللاسف كل مره الجراح اللي كان بياخد البايوبسي بيخش شايفين من ابروتش مختلف رغم ان هو الثلاثه لاترال شايفينهم. اعمل اول يعني هنا العينه دي كانت اوبيس شويه، هتضطر تشيل مع الريسكشن بتاع الاوستوساركوما الايه اكسسيف سكن وسبكوتينيز زي ما انا شايفين داون تو كوميونيكيشن مع الماس، ده الريسكشن الصح اللي هو بنسميه اكسيجن للبايوبسي سايت بالكامل، بتشيلها مع الايه الليجن والكلام. نفس الكلام العيان قريبه قوي من الباتيلر ليجامنت، ادي لما اجي اشيل اوستوساركوما بضطر انا اشيل جزء السكين سبكوتينيوس ان كونتينيوتي مع البيرنت تيومر زي ما بنقول وبسلكها كويس. برضو نفس الكلام لازم أن يبقى البيوبسي تراك ريسكتد مع الريكونستراكشن، والا لو انا سبت البيوبسي تراك ودخلت كده جنبها ميديال او لاترال وسلك يبقى في هنا ريزيدوال جوه البيوبسي سايت هيحصل ريكارنس بعد كام شهر في الايه من البيوبسي تراك. ادي عيان برضو كان عنده بيري اوستر اوستوساركوما ومعمول له بايوبسي كان في مكان ما وجنب المنظر ده، يبقى انا لازم باخد البايوبسي الفس بتاعي سكين سبكوتينيوس وخصوصا مع التيومر اللي بيبقى فيها سوفت شو كبير زي كده الجلد بيبقى اوفر ستريتش، فانت لو شلت حتى سنتي داير ما يدور ما بيبقاش فيه اي مشكله وفي قفل الجلد بعد كده. وادي اتشن السيجمنت انتركالري تقريبا 12 سنتي من التيبيا وبتشيلها بالسكين بالسبكوتينس ان كونتينيوتي كده تضمن تقلل التشانس بتاع الايه الريكرنس بتاع التيومر. ادي عيانه كانت بريزنتد لنا بحد من الزملاء عمل لها تيومر بروسيز وهي كانت اجريسيف جانت سيل في الديستال فيمر وكان فتح الابروتش زي ما شايفين لاترال وعمل الريكونستراكشن كانه بيعمل تو تنين اللي هو الانتيرور ميدلاين ابروتش. العينه دي بعد كام شهر من هنا البيوبسي تراكت ما اتشالتش فبالتالي بريزنتد باكستنسيف ريكرنس اراوند التيومر بروسيز زي ما احنا شايفين. يبقى انت كده لو طالما ما شلتش البيوبسي تراكت يبقى في انستانس اوف ريكرنس عالي. زي ما قلنا 100% بيبقى فيها كونتامينيشن فيها مايكرو سيلز هتحصل لها ريجروس اول ما هتشيل الايه الميجور تيومر والكلام. وي ماست افويد البيوبسي كومبليكيشن اللي هي زي ما قلنا ان انا اعمل العيان بيوبسي وما اخدش اكوريت تيشو دايجنوستس ان انا يحصل اكسسيف هيماتوما فورميشن ويز كونتامينيشن اوف ذا ان انفولفد سوفت تيشو، وده زي ما قلنا انا بعمل جود هيموستيزيس اب تو ان انا لو عامل ويندو في البون ممكن اعمل له سيلينج بي سيمنتيشن عشان تمينيمايز الهيماتوما والاكسترا فازيشن. طبعا من الكومبليكيشن اللي بنشوفها وخصوصا من زمايلنا بتوع الجراحه العامه لما يخشوا يفتحوا عيان ما عندهمش البرنسبل هي بطيخه وبيشقوها في اي اتجاه زي ما المشرط ايه بيجري فلا بيفتح لا ترانسفيرس ولا بيفتح لا لينجوتيدنال. احيانا بتلاقي عيان مفتوح سي شيب انسيجن يعني كتير قوي شفت القصه دي عيان على الباتيلا ليجامنت ومفتوح ترانسفيرس وهوريكم صور من زمايلنا بتوع الجراحه للاسف. ان اديكوت بوزيشننج اوف ذا انسيجن مي ليتر كومبرمايز ذا ديفينيتيف بروسيجر، لان انت لو ضربت الاربعه هيدز بتوع الكوادريسبس خلاص العيان الاكستنسور ميكانيزم لوس مش هتقدر تعمل له ايه سالفش تقدر تعمل له امبيتيشن او بدل ما كنت هتعمل له موبايل جوينت وبكاستم ميد ويحرك لا هتضطر تعمل ارثوديزيس لان ما عندكش اكستنسور ميكانيزم ولا الاكستنشن لوس كمان. طبعا اسوء حاجه بتحصل برضه ككومبليكيشن للبيوبسي ان يحصل هيماتوما ويحصل انفكشن لان الانفكشن بتسبريد السيلز او بتعمل كونتامينيشن في مالتيبل بلينز فنافويد الانفكشن بان انا اعمل البيوبسي في مكان متعقم كويس ادي بروفلاكتيك انتيبيوتيك قبل وبعد. وهنا في مصر احنا بنمشي العيان احيانا حتى مش عايز اقول لك لغايه فك الغرز بعد الايه العمليات الكبيره والكلام ده بس على الاقل اشتغل في جود اسيبت كونديشن ومينيمايز الانفكشن از ماتش از ايه وي كان. طبعا زي ما قلنا افويد ان يحصل باثولوجيكال فراكشر بعد البيوبسي ان انا اعملها اوفال او راوندد بول في البون وزي ما قلنا ممكن اقفلها بالسيمنتيشن زي ما قلنا. وهنشوف بعض المشاكل بتاع البيوبسي. ادي عيان شايفين كان عنده تيومر هنا في الادكتور ماسل دخل حد ياخد بيوبسي خدها ترانسفيرس وعشان يوصل التيومر ايه بوظ كل الاربعه هيدز بتوع الكوادريسيبس والايه الادكتور كمان. فبالتالي لازم هنا بفتح ايه لينجوتينال ابروتش
برضو البنت دي كانت عندها قصة رقومة في الديستال فيمر، ودخل حد للأسف من أهدى محافظات الصعيد جراحة عامة، دخل ده البيوبسي اللي شايفين ادي الباتيلا ترانسفيرس، فوصل الأربعة هيدز من أول الريكتس والفاسوس ميديالس واللاتراليس بتوع الكوادريسيبس. فبالتالي لازم البيوبسي بتاعي لونجيتيودنال وزي ما قلنا ريسيكتابل عشان تبقى سنجل ماسل هي اللي كونتامينيتد من البيوبسي بتاعي. السؤال اللي دايما بيتسأل، هنحط بورتوفاك او فاكيوم ولا لا؟ برضو احنا في التروما بنحط الفاكيوم اوي بقريبه بعيده ما بتفرقش، لكن هنا في البيوبسي سايت لازم تبقى البورتوفاك اكزيت تبقى ما هياش على جنب عشان ما اجي اشيل ما اضطرش اشيل الجلد زياده، وما تبقاش اوي اوي 10 سم. احنا بنخرج بالحربه بتاع الايه البورتوفاك بعيد، لا هنا لازم تبقى ماكسيمم 1 انش من الايه البيوبسي تراك، بحيث ان انا ما اجي اشيل هشيل الجزء ده كده اليبس من غير ما اوسع ان انا اشيل على واسع وافقد جلد او مصل زياده والكلام. فده الرول لازم تبقى ان كونتينيوتي نوت مور ذان 1 انش وان ذا سيم لاين بتاع الايه الابروتش بتاع البيوبسي، ما تبقاش على وان سايد ولا اوي زي ما احنا شايفين في الايه السي دي. البوست بيوبسي باثولوجيكال فراكشر ده برضو من ضمن الحاجات اللي شفتها اكتر مره ومكتوبه، ان العيان تخش تهبش حته بون وما تعملهاش لا ويندو اوفال زي قلنا او وتبقى شايل حته كبيره زي كده بعد البيوبسي. الولد ده كان معمول تاني يوم بيصوروه في السرير بيصرخ، لا لقوا الفيمر مكسوره زي كده، ده بوست بيوبسي باثولوجيكال فراكشر عشان اتاخد اكسسيف ويندو وفي نفس الوقت ما عملش سيلينج زي ما قلنا بالسمنتيشن. فدايما وانت تاخد بيوبسي في الميجور بون زي كده يبقى جنبك ايه باكو اسمنت زي ما بنقول عشان تفيد المشاكل ديت، ولو في هيماتوما في هيموريج جامد في يبقى ما تحط السمنتيشن ادالك شويه استابيليتي وفي نفس الوقت بيمينيمايز البليدنج والهيماتوما والكونتامينشن والكلام. ادي انذر بيشنت برضو كان عامل جايد بيوبسي وفيلد ودخل برضو اتعمل له ايه بيوبسي وبرضو اتكسر بعدها مباشره بعد البيوبسي. برضو الحاجات الرهيبه اللي ممكن بنشوفها اللي هو الاكسسيف هيماتوما فورميشن، لو انا ما عملتش هيموستيزس كويس ما حطيتش الديفاج زي ما قلنا في بعض الحالات، لو انا لقيت بليدنج جامد بنحط الديفاج لمده 24 ساعه بحيث تمنع تكوين الهيماتوم، وزي ما قلنا بنعمل الايه الجود سيلينج مع الكوترايزيشن والكلام ده. ادي الولد ده تاخد له بيوبسي بعد البيوبسي بكام يوم، شايفين المنظر ماسف هيماتوما في الساي وبدا التيومر تو فانجي، يبقى انت كده بوظت كل الليمب بتاع العيان. نفس الكلام البنتين دول جولي بالمنظر ده شايفين بيوبسي معموله وما اتعملش هيموستيزيس او ما اتقفلش الوند ووتر تايت زي ما بنقول، بتلاقي يحصل الفانجيشن زي ما انت شايف، انت كده بوظت الليمب بتاع العيان تنتيب امبيتيشن. فبالتالي تو افويد الكلام ده احنا زي ما قلنا تمينيمايز جرح صغير والرولز اللي احنا قلناها لونجيتيودنال جود هيموستيزيس واقفل الجرح كويس وما بقفله وما بقفلش يعني انا الجرح ده ممكن يبان ظاهريا صغير، في ناس بتروح قافله ايه بابره كده على واسع سنجل لاير، لا اقفل المصل لوحدها واقفل بعد كده السبكوتينيس لوحده اقفل الجلد بحيث ده اللي بيسموه ووتر تايت كلوجر، ده بيمينيمايز الاكسترافازيشن والهيماتوما برضو والكلام ده. ادي عيان بعد البيوبسي شايفين انتهى بايه بديس ارتكيليشن هيب قص ساركوما تاخد له بيوبسي وحصل الفانجيشن زي ما احنا شايفين مع الاكسترافازيشن البشع اللي احنا شايفينه ده بوظ كل المسلز. انا حتى بعد ما عملت الديس ارتكيليشن عملت له قلت كده اكسبلوريشن التيومر شايفين بقى فانجيتنج في كل الاتجاهات مش مجرد الايه الجزء اللي انت شايفه ده. فمهم قوي تو افويد الكومبليكيشن دي عشان ما تنتهيش بالايه المشاكل اللي احنا شايفينها. طبعا اخر حته في البيوبسي اللي هي الاساسيه ان احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها الاميون هيستو كيميكال ستينز، دي هتلاقي كل دكاتره المعامل دلوقتي بيجي لك في اخر الريبورت كده يقول لك سبيندل ستيل فور فينوتايبنج او هيستو كيميكال ستادي. ده مهم قوي لان دي بتوصلنا للتيشو دايجنوز بتاعك السيتوكريتين ده بتاع تيومرز كذا وكذا وكذا، الابسيليال ممبرين كذا، الديزمين ده بتاع المصل تيومر، الاس 100 ده بتاع النيرف تيومر وهكذا، الاكتين والموسين بتاع برضه الايه الماسكولار تيومر والميزنكايمال تيومر.
في حاجه دلوقتي احنا جبناها حتى سؤال في الام سي كيو، حاجه اسمها البي سات 2، ده دلوقتي حالات اللي هي فيها لخبطه ما بين الاوستيوبلاستوما والاوستيساركوما، ده 100% يشخص الاوستيساركوما اسمه بي سات 2. فالحاجات دي نبقى عارفين بعض الاكزامبل منها، وما بيجي لك في الريبورت الدكتور المعمل يقول لك الميون فينوتايبنج او هيستوكيميكال ستادي، تقول العيان هنرجع نكملها عشان نوصل للاكرو تيشو دايجنوزيس، وده هيفرق معانا في نوع الكيموثيرابي وكده. الاكزامبل بقى بالمشاكل برضو، ادي عيان اللي كان اسر كوما وكان حد المفروض ده اتفتح ميديال ابروش، حد فتحه خد لاترال بايوبسي زي ما احنا شايفين اهي البايوبسي تراك ايه، والتيومر اكسترافازيتد في الفاسس لاترالز بس زي ما احنا شايفين هنا في الام ار اي، وادي الاليوتيبال تراك ده وكلها في الفاسس لاترالز. في الحاله دي اما باجي اشيل التيومر هفتح ميديال ابروتش عشان اجيب النيوروفاسلر باندل عشان اقدر اشيل ال 20 سم بتاع الديستال فيما. هنعمل ايه في البيوبسي تراك وهي في انذر واي؟ في بعض الحالات يو كان كومبنسيت، بناخد البيوبسي سكار ونقص الحته ديت بس وتسحبها مع التيومر بالسكين سبكوتينيوس بالمسل زي ما احنا شايفين هنا اهوت، بنفتح الابروتش بتاعنا وادي الحته اللي فيها الكونتامينيشن لازم تتشال عشان ما يحصلش ريكرنس. ادي سكين subcutaneous جزء من الفاسس لاتراليز ان كونتينيوتي مع البيرنت تيومر بون، فبالتالي كده اضمن ان شاء الله ما يحصلش ريكرنس من التيومر. لكن لو انا سبتها في وفتحت ابروتش تاني وسبت الجزء ده 100% هيحصل ريكرنس قبل ما العين ده ايه يفك الغرز الزمنيه. فمهم قوي البيوبسي تراك تبقى ريسكتابل. برضو حالات اوستوساركوما في البروكسيمال تيبيا اهي برضو لازم انا اشيل اطمن هنا بعد ما شيلت ان الادي من سكاي شيلت الترانس ارتكولا بنسميه وايد انتر ارتكولار ابروتش ايه اطمن ما فيش كونتامينيشن في الجوينت سيرفيس لان التيومر هنا شايفين واصله ايه لازقه في المينسكاي. هنا المينسكاس هو البارير بتاعك اجينست التيومر اكستنشن. برضو هنا التيومر لفه في الاكس راي ديت حوالين الهيد فيبيلا، يبقى انا هنا لما باجي اشيل بشيل جزء من الفيبيلا إيه على الاقل 3 سم تحت الاريا ان كونتينيوتي بالايه مع التيبيا وكده. الهيومرس نفس الكلام، ده عيان معمول له ابروتش ترانس دلتويد وفي كونتامينيشن في الايه الدلتويد، لازم اشيل سكن جزء من الدلتويد اليبس داون تو ذا هيومرس مع الريسكشن سبيسمن زي ما احنا شايفين ان كونتينيوتي، كده اقلل الريكرنس ريت ايه عشان ما يحصلش مشاكل. ادي برضه في التيبيا كان فايبروساركوما والاوبن بايوبسي معموله، يبقى لازم اشيل الاليبس بتاع البايوبسي مع الريسكشن مارجن بتاعي. برضه حالات السوفت تيشو تيومر ده كان مالجنت فايبرس سيتوما اللي بنسميها ام اف اتش، في طالعه في الجلوتيال ماسل من الجلوتياس ماكسيمس وشايفين طالعه كلها في الباتوك. وبرضه نفس القصه زي ما قلنا بتوع الجراحه لما بيحولوا من العيان ما عندهمش غير تشخيصين ابسس او هيماتوما انتل بروف اذروايز، دخل يفتح على انها ابسس في الجلوتيال ريجون فوق انها سوليد تيشو تيومر، اخد بايوبسي وقفل بس. طبعا هنا البايوبسي مكانك ولازم شايفين ايه عباره عن هيماتوما والكويري انفكشن، برضه المنطقه ديت فيها السكن زياده وبيبقى فيها اوفر ديستنشن في المصل والكلام ده، ممكن برضه ندي العين تشانس ان احنا بنشيل كل الجلوتياس ماكسيمس زي ما احنا شايفين وبنشيل الكونتامينيتد اريا. اي ادي البايوبسي سكار بالريسكشن سكن سبكوتينيوس داون تو ذا جلوتياس ماكسيمس بتتشال ان بلوك اي وتسلك المسل داير ما يدور بالكافيتي بتاعتك اللي انت بتشيلها، وادي الدنيا هيلسي بعد ما شلنا. وادي شايفين هنا الريسكتد تيومر بالمسلز اول اراوند مقفله الحمد لله كويس بالبايوبسي تراك اتشالت. بص هنا بقى الهيماتوما اللي اتكونت في البايوبسي سايت سوبرفيشال في التيومر ماس هيماتوما وكويري انفكشن ومع السلافنج مع المشاكل اللي حصلت، بس طالما شلتها الاليبس ان كونتينيوتي يبقى انت خدت الريسكشن سيفتي مارجن بتاعك كويس. اه برضو ده عيان بريزنتد برضو كان بسوفت تيشو لمفوما موجوده سوبرفيشال للبريكيال ارتري والميديان نيرف زي ما احنا شايفين في الانجو، وادي الفيسل والنيرف وادي هنا السيفاليك بين والماس كلها سوبرفيشال وجاست تاتشنج البايسبس ماسل اهي في الايه الارم اهي. وادي المنظر فيري اكستنسيف، المنظر ده كان الواحد اول ما اشتغل اول ما تلاقي زي كده ملهاش حل غير امبيتيشن،
برضه دلوقتي الواحد لما بتدرس اشعتها كويس لا بندي العيان تشانس بالرغم ان المنظر يخض لكن بترسم الالبس بتاعك كويس وتشيلها اهيت وتطلع بيها ان كونتينيوتي اهيت بالبايوبسي سكار اللي هي الكونتامينيتد بالسبكوتينيوس بجزء من البايسبس وادي هنا البريكيال والميديان نيرف كانوا سلام زي الفل ما همش اي مشكله والعيان ده الجلد بتاعنا قفل وبعد اسبوعين فك الغرز الحمد لله الدنيا عدت وبعد كده خد ريديو ثيرابي وادي فول اب بعد الريديو ثيرابي الدنيا سيف والليم بتاعه سيف طالما عملت البلان بتاعك صح. فمهم قوي انك في الريسكشن تبقى دارس الاشعاعات بتاعتك وتشوف قد ايه هتريسكت وتري ايه وهيقفل معاك الجلد ولا لا. في حالات احيانا بتضطر تشيل الجلد وبرضه بتبقى كايند اوف سيلفش معاك حد تجميل ممكن تعمل سكين جرافت والكلام ده والكفرج وهنشوف امثله قبل كده. الجزء الثالث بقى من المحاضره وده برضو جزء مهم اللي هو الاكسيجنال بايوبسي. احنا قلنا دكتور محمد يعني معلش نستاذنك في تنويه كده قبل ما تسترسل في بيت المحاضره. تمام هو اللي فاضل تقريبا تلت اللي احنا قلناه يعني مش كتير ان شاء الله. لا مع طول بس حتى تاخد نفسك تشرب ميه يعني. تمام طبعا يا جماعه بنهني الدكتور محمد بالصفحة بتاعته على الفيسبوك. طبعا الصفحة دي هو يعني لينا الفخر ان هو فكر فيها معانا على هواء في المحاضرة اللي فاتت وهو يعني وعد واوفى بوعد. يعني هو زي ما وعدنا بكورس كامل للتيومرز هو اوفى ووعدنا بصفحة على الفيسبوك للاستشارات واوفى بالوعد برضه. وصفحة دكتور محمد اسمها صفحة استاذ دكتور محمد عبد الرحمن مظبوط كده؟ هي اسمها محمد عبد الرحمن بون تيومر كلاب. وانا اريد دلوقتي انا دشنتها زي ما بيقولوا باللغه السوق امبارح الساعه 9:30 بالليل لغايه دلوقتي بقى معايا فيها 691 وشويه قبل ما ادخل المحاضره في 370 ريكويست يعني تقريبا عدينا ال 1000 عضو في اقل من 24 ساعه الحمد لله. الف مبروك يا باشا مبروك وربنا هتزيد عن كده ان شاء الله. وبرضه دي هنوه عليها في الاخر يعني هنعمل فيه ايه والكلام ده ان شاء الله. يا جماعه تتابعوا التيومر كلاب وصفحه دكتور محمد على الفيس لان هو عدنا لان في ناس كتير جدا كانت عايزه تعمل كونتاكت مع الدكتور محمد في حالات واستشارات. هو هيعمل دبل بينيفيتس هيرد على الاستشارات ديت وهو كمان هيشرح حالات فيها. ففي فالبينيفيت من كذا يعني ناحيه ان شاء الله. برضك لازم نبقى نقول ان قسم العظام في مستشفى النيل لازم يكون جماعه يكون يعني ابديتد مع اللي بيحصل. فدلوقتي استاذ دكتور محمد عبد الرحمن يعني هو النهارده اخر محاضره في الجزء جنرال وبعدين هيستأنف الجزء السبيسيفيك بقى يمكن اسبوع او اتنين كده هو بس عشان بيجهز للصفحه مشغول فيها شويه. وفي نفس الوقت يعني قسم العظام في طب عين شمس هيبدا الكورس بتاعه من الاثنين الجاي. هو برضك يعني انفولفد في الموضوع وربنا يعينه ويقويه على اللي بيحصل. فاحنا طبعا يعني مش عايزين نتاخر علينا اسبوع او اتنين بكتير يا دكتور محمد ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله. الاسئله يا جماعه على الكيو ان بي دلوقتي بالنسبه لموضوع المحاضره النهارده. لكن على الشات بنستاذنكم زي ما قلت لكم لازم نبقى ابديتد بالموقف. دلوقتي مصر فكت الحظر فالناس معظمهم رجعوا العيادات والشغل والكلام ده كله. فعايزكم على الشات مش على الكيو ان دي على الشات تكتبوا لنا يناسبكم نكمل زي ما احنا الاثنين الساعه 8 ولا احنا الجمعه ما فيش مشكله يعني الجمعه الساعه 8 خلاص دوت اجازه اساسا فده مع السبت. يوم الاثنين يناسبكم 8 اكتر ولا ناخرها الساعه 11 يكون الناس رجعت من شغلها وعيادتها؟ فعلى الشات بعد اذنكم تكتبوا الساعه 8 او الساعه 11 دول الميعادين المقترحين يعني مقترحان ما اعرفش بالعربي ايه. فهدف على الشات بعد اذنكم. وبرضك المجموعه اللي على الفيسبوك احنا ما قلناش معانا مجموعتين مجموعه الزوم ومجموعه على الفيسبوك. اللي على الزوم يكتبوا على الشات واللي على الفيس بعد اذنكم يكتبوا وانا بعيد عندي والاغلبيه هن 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 يعني ان شاء الله ربنا يعيننا وننفذ اللي ربنا رايده ان شاء الله يكون خير يعني. انا اسف للانترابشن دكتور محمد اتفضل ساعتك. كلام ان شاء الله. الجزء الثالث في المحاضره وده برضو من الحاجات المهمه زي ما قلنا ان عندنا بنسميه اكسيجنال بايوبسي وده بيشمل ان انا باخد الليجن او التيومر كبايوبسي وفي نفس الوقت زي ما قلنا ديفينيتيف
ايه سيرجري، يعني هشيل التيومر بالسيفت مارجن بتاعتي وفي نفس الوقت اخدها كبايوبسي من غير ما اعملها على تو ستيج زي ما بنقول. ده ممكن نعمله في حالات اللي هي البناين ليجن سمول ليجن زي ما قلنا في الديسبنسبل ريسكتابل بون. احنا قلنا عندنا في بونز كتيره. في حاجه الو؟ ايوه يا اسامه. لا اتفضل. لا اتفضل صوت مسموع. لا اتفضل اتفضل. لقيت صوت كده دخل في النص. ماشي ماشي ماشي. فبنعمله في الديسبنسبل ريسكتابل بون اللي هو الكلافيكل الريب الباتيلا. انت ممكن تشيلها وتعمل ريكونستراكشن الباتيلا ميكانيزم او الاكستنس ميكانيزم من غير ما تعمل ايه ريبليسمنت للباتيلا. السكابيلا انت ممكن تشيلها بالكامل ما عدا البيريجلونويد اريا، ده مهم عشان الشولدر جوينت والكلام ده. ري اوف متكاربل او متطرسل ممكن نعمل حاجه اسمها ري امبيكيشن والفانكشن بتبقى كويسه جدا وزاوت ريكونستراكشن لو فيها تيوب. الفيبيلا برضو ممكن نشيلها بالكامل ما عدا اللور سندوزموتيك اريا مع اللاترال ماجلس، ده مهم عشان الانكل ستابيليتي والفالكس وايه والكلام ده. بس لازما ابقى قاري اشعاعاتي كويس زي ما قلنا قبل كده في المرات اللي قبل فاتت، ان انا ابقى عارف ان 100% الاشعاعات والقرايات بتاعتي سواء الام ار اي اكس راي و انها حاجه لو جريد مالجنسي او بناين. وبرضو مسموحه في بعض حالات الميتاستاسيس السوليت الميتاستاسيس ان انا ممكن اعمل ريسكشن وهنشوف اكزامبل دلوقتي. فده الحاجات اللي بنسميها. عندي مثلا انيوريزما البوسيس في الفيبيلا اجريسيف وباين هنا في مالتيبل فلويد ليفل اهو، ممكن نعمل ريسكشن وتشيل جزء من الفيبيلا اهو زي ما احنا شايفين وتاخدها كديفينيتيف سيرجري وفي نفس الوقت كبايوبسي، مش لازم تعملها تو ستيج. برضه حالات الجاينت سيل في الاشعاعات 100% اليفزيوم تافيزيال وفي عيان 30 سنه جانت سيل بتسلك البرونيه النيرف وبعد كده بتشيل البروكسيمال فيبيلا وديفينيتيف سيرجري وفي نفس بايوبسي. حالات استيود استيوما فيري اجريسيف استيود استيوما، الولد ده كان بقاله 3 4 سنين سيفير اجونايزنج بين وبعته لاحد مراكز الاشاعه شايفين في اسكلوزس بشعه، الابره بتاع الراديو فريكوانسي اتكسرت وما عرفوش يخشوا للنايدس، راحوا عاملين لي ريفيرال تاني. في الحاله دي بقى انت بتشوف الليجن مثلا 4 او 5 سنتي بتقص فوقه سنتي وتحته سنتي السيفتي مارشن بتاعك وتشيلها زي ما احنا شايفين انتركالري بارت من الايه الفيبيلا، ده كديفينيتيف ايه دايجنوزيس وفي نفس الوقت كريسكشن. اللو جريد مالجنسي والميتاستس زي ما قلنا برضه في الريسكتابل بونز، عندي عيان اهوت عنده ليجن في ريب القرايات بتاعتي بتاع الام ار اي والكابسوليتد في الريب في اخر ريب تقريبا وفي نفس الوقت سوبرفيشال للليفر وفي نفس الوقت هي في الحته بتاعه الايه الايه الابدومينال ماسل. المنظر بتاعنا فيها الستيبلينج بتاع الانكوندروما وغالبا ده حصل فيها سكندري كوندروساركوما، فده لو جريد مالجنسي. انت هنا ممكن تشيل السيفت مارجن بالريب بتفتح وتلف حوالين التيومر تاخد السيفت مارجن اول اراوند وادي الليفر تحت اهوت والكبسول بتاعه وبتسلك الجزء بتاع الريب وتكسر الاوسيوتوم بتاعك من الفلوتنج بارت اللي ده الميديال وبتكسر هنا 1 سنتيمتر وزي ما شايفين هنا بعد ما اتشالت ادي السنتي زياده وعباره عن بيور ايه كوكونات كانك جوز هند قدامك جوه الريب. وطبعا بعد ما بتشيل هنا الابدومينال ماسل بقت اكسبوز وفي ديفكت لازم بنحط مش عشان نمنع الهرنيشن والكلام ده. برضه حالات الليجنز طالعه فيري هيوج اوستي كوندروما وعيان عنده حاجه و30 سنه وطالعه ما بين السكابيلا والرب. بعته للزمينه بتوع الجايد بايوبسي قالوا لي مش عارفين نخش لها منين. شايفين هنا المنظر مزنوق ما بين السكابيلا والرب. ما تعمل بقى سي تي 3 دي بانتين. اوستي كوندروما عباره عن كل فلاور ماس ارنبيطه. وادي الستوك بتاعها وطالعه من الربع. ده يعني فيري ايزي ابروتش بتعمل بتخش من الفيرتيبرال بوردر بتاع الاسكابيلا وتقلب الاسكابيلا انترو لاترال تلاقي نفسك على الليجن على طول. وهنا الكارتليش كاب زي ما شايفين كان فيري سيك حوالي 3 سم تقريبا. ده كان لو جريد كوندرو ايه ساركوما برضو ان توب اوف ايه اوستي كوندروما. الحاله دي بتخش تعمل ايه الاوستيوتوم بتاعك من عند البيديكل
وتشيلها. شايفين ادي البيديك اللي كان طالع من الريب، وادي هنا الكولي فلاور ماس، ولا هنا لما قسمتها بقى فيها الاتينويشن او فيها المالينجنت ترانسفورميشن في بعض الاماكن، وادي هنا بعد ما اتشالت السكابولا رجعت ريحت تاني في مكانها مع قفل المصل والكاد. وهنا الامبنجمنت اللي كان موجود اتشال، وفي نفس الوقت زي ما قلنا ده اكسيجنال بايوبسي، وفي نفس الوقت ايه ديفينيتيف ريسكشن. الميثاستاز احيانا بنشوفها في الكلافيكل كتير جدا، ادي عيان عنده هيباتوما وعنده سوليتري ميثاستاز في الايه اللاترال اند اوف ذا كلافيكل. الكلافيكل انت ممكن تشيلها بالكامل وزاوت ريكونستراكشن في الناس الكبيره. شايفين بيريكس اكسبانسايل ليجن سوليد تيشو، والعيان ده كلاسيك هيباتوما، والبيت سكان والبون سكان الليجن ما فيش حاجه في بقيه السكيلتون، الليجن اللي في الليفر وبتاع الكلافيكل بس. الحاله دي بتنيم العيان كانك بتعمل منظار للشولدر وبتسلك الكلافيكل داير ما يدور، وشايفين اهو بتوصل لهيلسي اريا، وبعد كده بتاخد 1 سنتيمتر كسيفتي مارجن وتعمل الريسكشن بتاعك وتشيل اللاترال اند اوف ذا كلافيكل اهيت، وتقسمها نصين شايفين. وادي الدنيا نظيفه بعد ما اتشالت، ادي الميديا بوست اوبرتيف. العيان ده ما زال عايش والله، انا عامله بالظبط يعني في رمضان اللي فات شفته كان بقاله 32 شهر معمول، بالرغم انه كان هيباتوما وعمل حقن ورق حقن بس للكبد وما عندوش اي اذر متاسس. وهنا شايفين الجزء اللي متشال من الكلافيكل، والفانكشن بتاع العيان ريزنبل جدا وما كانش فيه اي مشكله. برضه لو احيانا بنشوف متاسس في الميديال اند اوف ذا كلافيكل، ادي الديستراكتيف ليجن شايفين كل البالونه دي، وباين هنا في الام ار اي والسي تي الاوروجن والديستراكشن واصل لغايه الايه الاسترنو كلافيكولار جوين، والليجن كله واخد الميديال اند اوف ذا كلافيكل. وادي العيان كلينيكال الماس برضو ده تسليكها سهله وبتبقى فوق الفيرست ريب، وما بيبقاش في عندك اي استراكشر مهم قوي في الحته ديت، ما فيش حاجه تخاف تتعور، ومجرد بس لو حطيت ايدك في الدبس شويه بتلاقي الروتس بتاع البريكال بريبسس تحتك بس. وادي هنا بعد الريسكشن بتشيل الميديال اند وبتقفل الايه مجرد السكين والسبكوتينيوس والماسل، وما بتحتاجش ريكونستراكشن. وادي هنا الاكس راي والفول اب بتاعته وما حس ايه والامور كويسه. برضه الريدال سيل كارسينوما ده من التيومر اللي احيانا بتدي سوليتري ميتاستاز وممكن تبقى موجوده لسنين، تقعد من 5 لـ7 سنين سوليتري ميتاستاز. فده عيان كان عنده سوليتري رينال سيل كارسينوما ميتاستاز في البروكسمال فيبيلا، وطبعا الرينال سيل كارسينوما هايلي فاسكولار تيومر، شايفين في الانجو عامله ازاي الفاسكولاريتي، ونايمه في حضن التيبيال والبرونيال فيسلز ونيرف، برضه بتخش تسلك الاستراكشرز دول اول اراوند وتعمل ريسكشن للفيبيلا وزاوت ريكونستراكشن زي ما احنا شايفين. وادي المنظر، والفول اب ده كان لمده 6 شهور للعيان، وبعد كده عندنا كان من المنيا ما جاش تاني متابعات. شايفين المنظر الدنيا كويسه، وانت شلت له الايه الميجور سورس بتاع الكومبلين بتاعه، وبياخد بعدها ريديو ثيرابي وبيتحسنه ما يبقاش فيه مشكله طالما انك شلت له. وده برضه هنا خدناها كبايوبسي، انا عارف انها متاسس بس في نفس الوقت لازم الميديكال ليجال دوكيومنت التيشو اوريجين كامل. العيانين بقى اللي بيجي لهم متاسس في الميتاكاربال او الري زي الحالات دايما برونكوجينيك، والتيومرز اللي بتيجي في التنج والجو والحاجات دي دايما بتدي متاسس في التيرمينال تافت والفلانجيس والكلام ده. فده في رول دايما بنقوله في المتاسس انها ما بتعديش الني والالبو، لا ما عدا البرونكوجينيك كارسينوما والتيومر اللي بتيجي في الفيس، ده اكتر حاجتين بيدوا متاسس في الهاند والفوت. ادي عيان كان عنده كانسر جو، ادنو كارسينوما كانت طالعه من الجو، وشايفين عامله متاسس في الميدل فينجر اهيت. العيان ده شفته وقلت له ما لهاش حل غير انك نعمل ري امبيتيشن، قال لي لا انا عايز اشيلها واعمل ترقيق، قلت له لا ما ينفعش ما لهاش حل غير ري امبيتيشن. شايفين هنا الكونتامينيشن اول اراوند والدستراكشن. العيان ده اختفى اسبوعين ولقيته جاي لي حصل الايه اباوت تو فانجي بقت فيري اكستنسيف والانظر ده، قلت بس وعملت له الاكسجن للميدل ري فيري سمول انسجن، حتى ما تحتاجش تفتح بولر، وبتعمل السبليت وتشيل من الايه ان بي جوينت وجزء من السيرد ميتاكاربل، وبعد كده بتقفل الايه الامبريكال والانتر سي اي، والفانكشن بتبقى 100% تقريبا وزن نورمال في العينين اللي زي كده بعد اسبوعين ثلاثه من العمل. السوفت تيشو تيومر برضو ده من الحاجات اللي ممكن نعمل لها على طول اكسجن وزاوت برايمري بايوبسي، وبتاخدها برضو ك
ديفينيتيف سيرجري وفي نفس الوقت بايوبسي زي ما قلنا في حالات البناين واللو جريد، خصوصا حاجات اللي هي اللايبوما واللايبوسركوما والكلام ده. وادي لايبوما طالع انترا ماسكولار في اللور بارت بتاع البايسبس ايه براكياي، وعامله ميكانيكال بلوك للالبو، شايفين طالعه جوه البايسبس. في الحاله دي انت سمول انسيجن اهوت، ومجرد بتفتح الماسل بتلاقي اللايبوما من الحاجات اللي بتلاقي نطت في وشك، بتطلع بمنتهى السهوله بفينجر ديسكشن وتشيلها كبايوبسي. وفي نفس الوقت فين برضه لايبوما كبيره جدا في الدلتويد ماسل في الشولدر، شايفين، وكان بدات تتشعب بس ستيل هوموجينس زيها زي السبكوتينيوس فات بالظبط، ما فيش فيها اي مالجنان ترانسفورميشن، وكبيره زي ما شايفين في الدلتويد برضه بتشيلها بترانس دلتويد ابروتش، مجرد تعمل سبليتنج بتلاقيها زي ما انتم شايفين بتنط لوحدها قدام، بتلاقيها طلعت لوحدها بتلف حواليها داير ما يدور وتشيل البيديكل بتاعها وبيور لايبوموتاستيش، ما كانش فيها اي مالجنان ايه ترانسفورميشن. برضو عندنا تيومر اللي بتيجي في التندون شيز، احيانا بنشوف الجاينت سيل تيومر في التندون شيز، و يعني في كام حاله شفتهم بيطلعوا لايبوما طالع من التندون شيز. ادي هنا الفليكسور كاربي رادياليس تندون اهوت، وفيها ده كانت موبايل جوه التندون فتحت وشلتها لايبوما في التندون شيز بتاع الفليكسور كاربي رادياليس. الجاينت سيل تيومر اوف تندون شيز دايما بنشوفها في الفليكسور او في الاكستنسور تندون بتاع الايه الديجيتس والتوز والكلام، وبتبقى اكتر في الديجيتس. مشكلتها بتبقى كبيره وبتبقى كتير قوي بتتشخص على انها جانجليون، ولما بتعمل الام ار اي بيفرق طبعا وبتلاقي سوفت تيشو شادو، وفي الام ار اي بتلاقي هوموجينس تيشو ما هواش فلويد، وفي نفس الوقت بتبقى نايمه في حضن التندون اللي هو البلاك ده شايفين. وادي هنا في الاكزيال كات، ادي التندون اهوت، وادي هنا التندون وهي بتبقى دايما في طالعه من الشيز سوبرفيشال للتندون. مشكلتها انها بتبقى حاضنه النيورو الديجيتال باندل الارتري والنير، فمهم قوي انك بتسلكهم اهيت، بتفتح وتسلك الارتري وبعد كده النيرف وتفصلهم من على السيرفيس بتاعها. واهم حاجه في الجانسل تيومر انك ما تشيلهاش بسميل، لان يعني لو شلتها بسميل بترجع يعني في خلال اسابيع، فلازم تتشال ان بلوك جزء من الشيز بتاع التندون اهيت. وبعد ما بتخلص ادي التندون سليم، وادي هنا اللي الديجيتال باندل، وفي نفس الوقت اتشالت وان بلوك وان ماس، والعيان يوم فك الغرز زي ما شايفين الفليكشن اكستنشن مع شويه موشن، خلاص الرينج بيرجع ما بقاش في مشكله طالما ايرلي موبلايزيشن ما حصلش لا ستيفنس ولا اديشن. برضه النيرف تيومر زي الشوانوما كتير قوي بنشوفها، تلاقي عيان يقول عنده سيفير شوتنج بين واخده سبكوتينيوس نيرف، واحيانا حاجه زي كده السوبرفيشال برانش بتاع البرونيال نيرف في الميد ليج اهوت، وقاعد شايفينها سبكوتينيوس في الاكزيال كات. في الحاله دي بتفتح وتسلك النيرف وبتلاقيها عامله زي جانجليون كده على بتبقى طالعه من النيرف شيز، مجرد بتعمل سبليتنج وفايند السيكتور وايزوليت وتشيلها والكابسوليتد، وبعد كده بتقفل الشيز بتاع النيرف فيري سيمبل بروسيدور، وفي نفس الوقت بتاخدها كبايوبسي زي ما قلنا وديفينيتيف سكشن. حالات الفايبروما برضو بنشوفها في المصل كتير، والميكزوما تلاقي حاجه طالعه في المصل والكابسوليتد وفي نفس الوقت هوموجينس ما هياش الهيتروجينس تيشو بتاع المالجنسي. في الحاله دي طالعه من الفاصله لاتراليز يعني بتخش تاخدها بكاف كده نورمال تيشو اول راوند بجزء من المصل، ولما اتقسمت اهيت فرانك وورلي ابيرنس وبيور فايبروما زي ما احنا شايفين. فهنا ممكن تعملها على طول كديفينيتيف بايوبسي وريسكشن في نفس الوقت. حالات برضو اللايبوما اللي بقى لها سنين طويله وحصل فيها مالجنان ترانسفورميشن دائما بتبقى لو جريد برضو مالجنسي لايبوساركوما، ده كانت في ميل عندها لايبوما طالعه في الباراسباينال ماسل بقى لها 10 سنين وفي اخر كام شهر كبرت زي ما شايفين مقارنه بالناحيه اللي الناحيه الثانيه اللي على الايه الشمال بقت فيري هيوج لايبوما، وفي نفس الوقت فيها كويري ترانسفورميشن. تعمل السي تي والام ار اي ادي اللايبوما اهي شايفين في الام ار اي زيها زي السبكوتينيوس فات. هنا لو بصيت في الاكزيال كات هتلاقي فيها اريا كده فيها هيتروجينيستي وسنترال، فده معناها ان ايرلي ترانسفورميشن للايبوساركوما. بص على السي تي برضه اهي في الباراسباينال ماسل وفي نفس الوقت والكابسوليتد، بتفتح عليها هيوج لايبوما ولما اتشالت والكابسوليتد
اتقسمت ادي الاريا اللي باينه في الايه اللي كان فيها هيتروجينس تيشو اللي هي بتاع المالينجان ترانسفورميشن، لكن في السنترال بارت والكبسوليت ده كده بيبقى انت عملت ديفينيتيف سيرجري وبيوبسي في نفس الوقت. برضو حالات المكزويد لايبوساركوما من الحاجات اللي بنشوفها كتير، ده فيري لو جريد مالينجنسي. ادي هنا دي طالعه من الريكتس ماسل من عند الاوريجين بتاع الريكتس وفي الانتيريور سايد، وادي هنا لو بصينا عليها فيري هيوج سويلنج طالع في الريكتس، بتسلك الريكتس من على الفيمورال باندل اهيت وتشيلها بكاف من الماسل اول اراوند. وادي شايفين العيان، ادي النيوروفاسكولار باندل سليمه واتشالت والكابسوليتد والام ار اي كان بعد سنه، وادي بيت سكان بعد سنتين الحمد لله فيش اي ريكارنس ومفيش اي مشاكل طالما اتشالت والكابسوليتد، وزي ما قلنا كديفينيتيف ايه السيرجري وفي نفس الوقت الريكونستراكشن. البيوبسي مهمه عشان الاكرو تيشو دايجنوزيس كونفرميشن، الجريدنج هيقول لي لو ولا هاي جريد، والهيستولوجيكال سب تايبس وده مهم في المالجنان تيومر، لان كلنا عارفين الاوستوساركوما فيها هيستولوجيكال سب تايبس، فيها حاجه اسمها فايبروبلاستيك دوميننت او الجانسيل دوميننت او التلانجكتيتك او بيبقى الكوندروجينيك تايب. بتفرق في ايه؟ بتفرق الان ده هدي له كيمو ثيرابي وانا عارف ان الريسبونس بتاعته كويسه ولا لا. الاوستيوجينيك ساركوما اللي بيسموها اللي هي الفرانك والجانسيل والفايبروبلاستيك ساركوما ده الريسبونس بتاعهم للكيمو ثيرابي كويس، لكن لو جالك عيان البريدومينانت تيشو بتاعته كوندروبلاستيك اوستوساركوما لا، ده ببقى عارف ان البروجنوز بتاعه مش كويس وان الريزيستنت للكيمو وبيبقى في انستنس عاليه ريكرنس اوف كانسر. فمهم قوي التيشو دايجنوزيس كونفورميشن الجريدنج والهيستولوجيكال سب تايبس. بعد كده عملنا الريسكشن بتاع التيومر. الحاجات الاسئله اللي بتطلبها من دكتور الباثولوجي اللي هي الكونفورميشن بتاع الريسكشن مارجن السيفتي مارجن اول اراوند، وطبعا الريكونفورميشن للدايجنوزيس اس ساركوما لازم نقول اس ساركوما ما يطلعليش طبعا نظر دايجنوزيس، وفي نفس الوقت يقول لي السيفت مارجن بتاعي من المارو من البون من السراوندنج سوفت تيشو من المصل والكلام. الحاجه المهمه ثانيه بعد البيوبسي الاخيره اللي هي الفاينل بقى بتاع اس ساركوما او الايوينج بيقول لي حاجه اسمها تيومر نيكروسيس اندكس بيرسنتج، ان دي هتفرق معايا في البوست اوبرتيف كيمو ثيرابي. هل عدي العيان ده 11 جرعه كيماوي؟ لو هو تيومر نيكروس اندكس اقل من 60% من 60 ل 90 بياخد 7 جرعات كيماوي، لو اقل من لو التيومر نيكروس فوق ال 90 بياخد 5 جرعات كيماوي. فمهم قوي بطلب الثلاث حاجات دول في الريسكتد تيومر ايه سيجمنت، كونفرميشن للدياجنوزيس، الادكوسي اوف سيفتي مارجن اول اراوند بون وسوفت تيشو اول اراوند، زائد المهم قوي ان انا اطلب التيومر نيكروسيس اندكس بيرسنتج. ثانك يو. شكرا يا دكتور محمد، يعني كالعاده بتتالق وبتبدع يعني، وربنا ينفع بيك بعلمك يا رب. لغايه ما الدكتور عاطف يجهز لك الاسئله ولغايه ما كل الزملاء يكتبوا الاسئله على الكيو اند اي، انا ليا سؤالين معلش. اول سؤال هو مش حاجه مش اعلان تجاري ولا حاجه يا دكتور محمد، بس انت تقول لنا ايه المراكز الاشعه في مصر اللي يعني بتوفر دكتور هيستوباثولوجي عشان يعمل الفروزن سكشن، يعني الفا سكان كايرو ما يعملش حاجه. انا تقريبا اتعاملت مع كل المراكز، يعني الوحيد اللي جاب باثولوجيست محترم اللي هو مركز مصر للاشعه بمنتهى الامانه، يعني ميزتهم معاهم ايليا اسحاق بيروح يوم او يومين في الاسبوع حسب الحالات، يعني اللي انا اعرفه بيروح معاهم الاثنين والاربعاء، وبيبقى معاهم سعد عيسى بيبقى بقيه الايام يعني. ودايما انا كنت يعني احسن ايد بتاكل بيبسي في مصر محترف جدا، ورحت مره قعدت معاه الدكتور وحيد طنطاوي ده يعني من سنه 88 وهو مدرس، والدكتوراه بتاعته كانت على الجاد بيبسي، عامل مش عايز اقول لك الاف البيبسيس، وهو من يوم ما اتفقت معاه بقت قاعده ثابته الكلام ده. والله اسامه بقاله فوق ال 10 سنين معاه، الاول جاب يعني ناس كتيره بتوع باثولوجي، بس في اخر ثلاث اربع سنين مثبت ايليا اسحاق وسعد عيسى. ويعني وانا لما تبقى بوني بيوبسي كويسه بقول له ببعت العيان بقول له احجز في اليوم اللي فيه ايليا، يعني كلنا عارفين ان ايليا من احسن المعادله. طبعا معروف دي معروف طريقه. في مركز برضه كايرو سكان اعتقد برضه عندهم برضه بداوا اخيرا، يبقى معاهم هيستوباثولوجيست حاضر العينه، وده برضه بيمنع المشاكل والكومبليكيشن.
نفس الوقت يبقى ضامن انك خدت ريبريزنتيف تشكو لان عطى بس الاشاعه فروزن سيكشن والكلام. تمام. طيب ساعات احنا لما نعمل اكسيجن بيبقى حاجه الحاله واضحه يعني الصراحه يعني مثلا حاله اوستيوكوندروما حاله بون سيست سيمبل بون سيست مثلا او انيريزم بون سيست وانت عملت الاكسيجن فهل اي حاجه بتطلع لازما وانت مطمن يعني للدياجنوزس لازم تبعتها للهيستولوجي بردك ولا اوعى تبعتها تبعتها تحفظها في سلاين ولا تحفظها في بص هي حكايه ولا فورمالين يعني ولا لا انا بحطه في فورمالين كله بحطه في فورمالين الا لو في المستشفى العينه هتنزل على معمل المستشفى يعني خلال دقائق زي ما بنقول ممكن تحطها على سلاين لكن لو هتروح معمل بره وممكن يقعدوا ساعتين ثلاثه اربعه مستحب تحطها على الفورمالين كمان تحفظها. طيب الحاجه الثانيه السؤال اي حاجه بشيلها ميديكو ليجل المفروض ان انا اعملها هيستوباثولوجي. انا مش عايز اقول لك مريت بكذا موقف يعني الواحد بيبقى داخل يعمل بون سيست زي ما انت بتقول و100% يعني اشعاعتك وانترا اوبتيف عباره عن كلير يلو شسترو كلر دي فلويد ولايننج ميمبرين وانت شقي يعني خلاص يعني وتقول للعيان خدوا العينه ارموها بعد شويه العيان ده يحصل له ريكارنس لا قدر الله يحصل له مشاكل تلاقي ايه اهله ومحامي قومهم عليك يقول لك ده اصل ما عملش عينه او ما حلفش بالباثولوجي فانت ليجل وفور سيفتي اي حاجه تشيلها حتى لو انت 100% واثق ابعتها ورايح دماغك عشان ما تخشش مشاكل ليتر اون بس تمام فاضل بتاعت البيت طبعا حاجه ولا ايه لا لا خالص انا مستني بستمع الى الدكتور طبعا بقت عاده ان احنا استمتعنا جدا يا محمد بمحاضرتك وبيور اكسبيرينس وده اللي بيميز محاضراتنا ان احنا مش بنتكلم نظري او ان احنا بنقول معلومات فقط لا غير احنا بنحط كل خبراتنا اللي ربنا انعم علينا بيها وبنحطها في محاضره فبتصل الوجبه كامله متكامله للاودينس بتوعنا. بشكرك مره اخرى يا محمد. عندك بعض الاسئله حوالي 12 او 13 سؤال على الكيو اند اي اللي هي الامن المبروك كاتبه هاو كان اي جيت سي ام اي اكريديشن. لا هو للاسف احنا الحاجات دي بنعملها مجاوت يعني زي ما بنقول لوجه الله ما فيش شهاده ولا حاجه. انا الغرض منها نشر العلم واللي استفدته الناس تستفيد منه بس لكن ما هياش حاجه يمكن في المستقبل يا محمد نصل يعني هي مش حاجه اوفيشال انا يعني بنديها كده للناس بحيث الناس تستفيد من لكن ما فيش الناس عايز اسم صفحه دكتور محمد معلش قول لهم اسم الصفحه تاني او اللينك تاني لو تكتبوا اي حاجه الصفحه باسمي اسمها محمد عبد الرحمن بس محمد لوحدها وابد اي بي دي اي ال وبعدين رحمن ار اي اتش اي ام بون تيومر كلاب اسمها كده بون تيومر كلاب يا جماعه يعني محمد عبد الرحمن بون تيومر كلاب انا مش ال 90% من الناس بيعملوا انفيتيشن لبعض بس لان انا المشكله لقيت كميه عيانين داخلين امبارح يا اسامه ومحاميين ومش عارف ومش عايز اقول لك مهن مختلفه كله عايز يخش على الصفحه لا انا عاملها للدكاتره بس وزائد ان برضه شرط اساسي احنا اللانجوج بتاعتنا في الصفحه انجلش لان انا لقيت عيان بعت لي رساله كده على الماسنجر انا عندي قطع في الاوتار وجراح عمل لي عمليه وقعد يشتم في الجراح وعايزك تصلح لي ايديا قلت له يا عم ده صفحه بون تيومر اورام يقول لك لا انت اللي تجيب لي حق يا عم انا اعرفك فبتلاقي حاجات غريبه وخصوصا من العينين من الشعب المصري الايه فاحنا عاملينها لا هنا هتبقى بيور للدكاتره دكاتره بس الحاجه الثانيه الكتابه كلها ان انجلش عشان ما ايه القصه برافو عليك صح كده هنبتدي اولا يا اسامه ابتدى ردود الافعال على التوقيت معظم الناس بتقول 8 يعني 60% 8 و40% 11 لا هي المشكله يا جماعه احنا انا زي ما قلت لك يا اسامه يوم انا بروح عيادتي اساسي سبت واثنين واربع وبروح من 6 ونص ل 10 يعني هي الفكره في كده 8 ده مش مناسب بالنسبه لي خالص خصوصا لو الحياه يعني ممكن يعني يوم الاثنين تروح بدري في اليوم ده شويه يا دكتور محمد ونبدا 11 انا مش عايز اقول لك انا امبارح اللي هو يوم السبت ده
العينين انا شفتهم اللي من بورسعيد واللي من الاسماعيليه واللي جاي من السويس وفي اتنين من المنيا كلهم جايين من محافظات واوريدي خلاص كلهم عارفين الميعاد من 6 طب وتبوظ يوم تاني يا محمد يوم الثلاث مثلا قصدي مش لا بس هنريح بس اسبوعين كده طلعت ونظبطها ان شاء الله ربنا يسهل مع بعض ان شاء الله تقدر دلوقتي يا محمد تشوف الاسئله وتجاوب انت بقى براحتك وبشكرك للمره مش عارف الكام بس بجد كلنا استفدنا من محاضره النهارده بالذات وكلنا اعتقد ارتكبنا بعض الاخطاء اللي انت ذكرتها يمكن الكلام ده من فتره طويله قبل ما يبتدي حد يفهم الناس البيوبسي وازاي البيوبسي بيتاخد وايه الهازاردز بتاعه البيوبسي الناس كلها كانت فاكراها حاجه سهله قوي افتح وشيل حته وابعتها لا اتضح ان الموضوع اخطر من كده بكتير فكلنا استفدنا وربنا يا رب يجازيك خير يا محمد عننا كلنا وبشكركم والى اللقاء في محاضره قادمه ان شاء الله اتفضل يا دكتور محمد جاوب على الاسئله وانا معاك بقى ماشي بيه هو في السؤال الاثنين الاولانيين اللي هم بتوع الاكريديشن دول احنا قلنا في سؤال بقى why always longitudinal and why not transverse for both biopsy and definitive surgery احنا الكلام ده قلناه وقلناه اكتر من مره بالتفصيل ال 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 احنا عندنا البوم بتاعتنا كلها والليمبز از لونجيتودينال قلنا ما عدا الريب والكلافيكل والاليك كريست دول ربنا خليهم نورمالي لاين قلنا ترانسفيرس فدول مسموح افتح لهم ترانسفيرس لان ده الاكس بتاعهم لكن لو انا عندي اسر كومه في الفيمر لو انا فتحت ترانسفيرس ابروش مش هعرف اشيلها انا بحتاج يعني جرح كبير في الديفينيتيف سيرجري وفي نفس الوقت زي ما قلنا البايوبسي تراك لازم تبقى ده كونتامينيشن تبقى ان ذا سيم ريكونستراكت تبقى ابروش عشان تبقى ريسكتابل ما يبقى الترانسفيرس ابروش في الليمبز والاكستريميتيز ممنوع تماما والا هيبقى فيه ريزيدوال زائد انا لو فتحت ترانسفيرس على الكوادريسبس برضو قلنا اوريكم كذا مثال بعمل كونتامينيشن للاربعه هيدز بتوع الكوادريسبس ضيعت فرصه العيان في الليمب سلج فمهم قوي ان الابروتش بتاعي يبقى لونجيتودينال ان ذا لونج اكس بتاع البون وثرو سنجل ماسل وما بفتحش فيش البرينز ده المين رولز بتاع البيوبسي السؤال اللي بعده برضو دونت دو يو ريجيت ذا وند افتر وفينش البيوبسي لا نيفر ما يعني حكايه ان احنا نغسل ونعمل ووش ممنوعه في البيوبسي مهم قوي يعني لان لو انت غسلت بتعمل ديسيمينيشن للمايكرو سيلز شويه السيلز اللي خرجوا من البيوبسي تراك يبقى انت كده بتوسع التيومر سيلز في المصل فمهم قوي ان انا انشف استخدم شفاط لكن ما اغسلش لا بصلاين ولا غير صلاين وكان ده نيفر تو اوريجيت لان ده ممكن يعمل كونتامينيشن في السراء زي الانفكشن هيسبريد في مالتيبل بلينز والكلام ما بنعملش اريجيشن في البيوبسي شركه الاكسير كتبت يا باشا الـ الـ اللينك بتاع حضرتك على البون تيومر كلاب محمد عبد الرحمن بون تيومر كلاب تمام هو شركه ما شاء الله يعني ده عايزه تبقى سبونسر كمان يا باشا للصفحه ولا ايه السؤال اللي بعد كده how is issue necrosis response to chemotherapy assessed by serial لا احنا ما بنعملش سيريال بايوبسي التيومر نيكروزس اندكس بيتعمل من الريسكتد تيومر اللي هو في الديفينيتيف سيرجري احنا قلنا الاوساركوما والايوينج وده هنقولهم في محاضراتهم الانديفيدوال بعد كده ان شاء الله العيان بياخد الاول انت عملت الراديولوجيكال ايفالويشن شخصت اوساركوما على سبيل المثال العيان ده لو هو مش مكسور بياخد 3 سايكل كيمو ثيرابي لو مكسور على التيومر بياخد 5 سايكل وبنعمل حاجه اسمها ري ايفالويشن للريسبونس هنعمل ليمب سالفج ولا هنعمل امبيتيشن البود ريسبوندر بنعمل له سالفج ال بعد ما بتعمل السالفج بتشيل التيومر واحنا شفنا في المحاضره الاولانيه والثانيه ازاي بنشيل اللي قلنا الديفينيشن بتاع السيرجيكال مارجن ان هو بيتشال حاجه اسمها وايد انترا ارتيكولار ريسكشن او دايفيزيال تيومر يبقى اسمها انتر كالري ريسكشن بشيل بسيفت مارجن اول اراوند ده اللي بنسميه الفاينل ريسكتد بايوبسي هو ده اللي بنعمل منه التيومر نيكروز اندكس لكن ما بنعملش سيريال بايوبسي احنا زمان كان في حاجه اسمها كليرانس بايوبسي ده قصه ثانيه اللي هو اللي هو من الكوستوتومي سايت لك ورده توجه خالتك ما قلت اي حاجه في حد دخل في
امين. الو معايا دكتور اسامه. بس الكيمو ثيرابي بالتيومر نيكروز اندكس بيتعمل من الريسكتد سيجمنت اللي احنا بنشيلها كسيفتي مارجن من الكلام. طبعا السؤال اللي عبد الودود بيسال ما هي اورام العظام التي لا تحتاج عمل بيوبسي. احنا قلناها بالامثله النص الثاني من المحاضره تقريبا، حاجات البناين كلها ممكن ما نعملش، اللي هي البون سيست و الحاجات اللي هي السوفت تيشو تيومر برضو اللي هي اللي ويل كابسوليتد، وقلنا امثله اللايبوما واللايبوساركوما والفايبروما والحاجات دي، زائد الميتاسيس. انا عندي عيان كانسر بريست، عندي عيان برونكوجينيك كارسينوما خلاص دوكيومنتد ومتشخص، وعندي ديستراكتيف ليجن في، وزي ما قلنا لازم تبقى في الريسكتابل بون، يعني اللي هي في زي ما قلنا الريب الكلافيك، الكلام اللي احنا قلنا امثله كتيره. فالحالات ديت ممكن اعمل لها ديفينيتيف سيرجري وريسكشن وزود البيوبسي. ان سسبكتد سكندري كوندروساركوما اون توب اوف اوستيوكوندروما وي اونلي ريسكت ذا ستوك ديد يو تيك ا وايدر مارجن. طبعا لو انا عندي عيان مشخصه اوستيوكوندروما، مش هنقول كوندروساركوما، لا بقى انا بشيل الستوك، يعني يعني الستوك بتتشال مع الكارتلش كاب لسببين. السبب الاولاني انت اهل العيان ما تطلع ما يعمل اكس راي بوست يلاقي الستوك موجود يقول لك انت ما شلتش التيومر، هتلاقي نفسك دخلت في ميديكو ليجال بروبلم مع اهل العيان. فدايما اهل العيان بيبص الاكس راي تبقى ناعمه وزي ما نقول مظبط الدنيا بحيث ما يبقاش في اي مشاكل. الحاجه الثانيه الاكتف جروينج بارت بتاع الاوستيوكوندروما هو الكارتلش كاب، ودايما ده اللي بيحصل فيه الميجنس. بس انت عشان تشيلها بتشيلها من البيديكل او الستوك زي الحاله بتاع الريب اللي انا وريتها لكم كده، بحيث تبقى الاكس راي بتاعتك مظبوطه وفي نفس الوقت انت ضامن انك شلتها بالكامل والكلام. وطبعا انت هنا بتشيل بالكبسول بتاعها، ما بتحتاجش اكتر من كده، ما بتحتاجش يعني في الاوستيوكوندروما حتى اللي حصل فيها سكندري كوندوساركوما انت مجرد تشيلها والكبسوليتد بالكارتلش كاب بتاعها بيبقى سفيشنت، ما بتحتاجش تشيل معاها ماسلز او سراوندنج تيشو. السؤال اللي بعد كده isn't renal and lung mets go beyond elbow and no and knee we know chondrogenic and face tumor. لا احنا ما قلناش كوندروجينيك، احنا قلنا البرونكوجينيك. تقريبا معظم اللانج ميتس بتيجي في الموصوفه في التريتشر بتيجي دايما في الصم، في وبالتحديد في التيرمينال فالانجيز بتاع الصم، واحيانا شفتها كتير قوي في التيرمينال تافت. البرونكوجينيك اللي هي اللانج ميتاسس، لكن الكوندروجينيك ما بتعملش ميتاسس في الهاند والكلام ده. وبرده الرينال دايما بتعمل ميتاسس في البيرتروكانتريك اريا، يعني اكتر مكان بتشافت فيه ومكتوبه، لكن ما بتعملش في الاكستريميتيز والكلام ده. بعد كده هو تيومر نيكروز اندكس، يعني التيومر نيكروز اندكس احنا برضو الكلام ده والله شرحناه كله في المحاضره يا جماعه. يعني التيومر نيكروز اندكس احنا قلنا الريسكت تيومر سبيسمن اللي احنا بنشيلها في حالات الاي ومروس ساركوما بنأسس الريسبونس للكيمو ثيرابي، بنشوف قد ايه البرسنتج، وده بيبقى مختلف عن التراديشنال بايوبسي. البايوبسي العاديه بياخد ريبريزنتيف جزء سنتي ولا حاجه وخلاص، لكن التيومر اندكس بيتحسب من السيرفيس اريا بتاع التيومر بالكامل. انا شلت 20 سنتي في عرض 3 سنتي مثلا او 4 سنتي بتاع الايه الويدث بتاع التيبيا او الفيما، بيتاخد من كل سنتي عينه ولها جداول ومعادلات عند دكاتره الهيستوباثولوجي بيقدر يقول لي السيرفيس اريا بتاع التيومر ديت انا خدت. وتلاقي العيان جاي لك بسلايد كتيره لما عملوا تيومر، تلاقي جاي لك 30 40 سلايد، لان بياخد من كل سنتي واللي بيشوف المعادله بتاعتها ويقول لي هي فوق ال 90% ولا 60 ل 90 ولا اقل من 60% كتيومر نكروز اندكس. زي ما قلنا اللي فوق ال 90 ده بيسموه جود او اكسلنت ريسبوندر، ده بيكمل عدد جلسات كيمو ثيرابي اقل من 60 ل 90 بيسموه فير، ده بياخد 7 جرعات كيماوي. اللي اقل من 60% ده بيسموه باد ريسبوندر، ده بقى اللي بيمشي اب تو بيسموها 1 يير كيمو ثيرابي او 11 جرعه علاج كيماوي. فبالتالي التيومر نيكروز اندكس بيتعمل بعد الكيمو ثيرابي كاسسمنت للريسبونس.
السؤال اللي بعد كده، على اي اساس يتم تحديد مكان اخذ العينه، يعني لاترال ولا ميديال؟ احنا قلنا دايما احنا بنفتح الابروتش اللي يوصلني للتيومر فيري سيمبل وايزي، وفي نفس الوقت اللي انا هستخدمه في الريكونستراكشن بتاعي. يعني لو عندي تيومر ميديال في الفيمر او واخده الديستال فيمر عموما، بفتح ميديال الفاستس ميدياليس، هي دي بس بحيث عشان تبقى كونتامينيت وتبقى ريسكتد بعد كده. ما ينفعش افتح لاترال، ليه؟ لان انا لو الاسر كوما فيمر بسلك الفيمورال باندل، الفيمورال باندل بتبقى ماشيه ميديال، ما ينفعش يبقى عامل تو ابروتشز او تو انسيشن. الريكومنديشن ان انا افتح ميديال وليس لاترال. افرض التيومر كلها طالعه لاترال، خلاص يبقى انا كده مضطر ان انا اعمل البيوبسي لاترال، لان مش هقدر افتح ميديال، عشان مش لو فتحت ميديال مش هلاقي تيشو اخد منه. فبالتالي يبقى برضو البلان بتاعي ان انا عارف انها هتبقى ريستكتد. وانا وريتكم مثالين لحالات اسس ساركوما ان لازم بتتشال سكين سبكوتينيوس بجزء من الفصل لاتراليس ان كونتينيوتي مع الايه التيومر بالك والكلام. في سؤال انا مش فاهمه، هو كاتب هل التونيك يؤثر على خلايا الان اس؟ انا مش عارف يعني اختصار ايه التونيك والان اس. كان قصده على الام اس يا باشا ولا ايه؟ مش عارف، هو واحد كاتب التونيك يؤثر على الان اس، يعني مش انا مش فاهم السؤال. او طب هل التونيك ليها اي علاقه بالميتاستز او بالتيومرز او حاجه او بالاميونيتي مثلا؟ لا لا، حاجات اللي هي التونيك اللي بياخدوها الرياضيين والكلام ده، بتعمل حاجه اسمها صود التيومر، عشان الحاجات اللي بتحقن في المصل دي شفناها كذا مره، خصوصا للناس بتوع كمال اجسام بتلاقي عندهم حاجه يعني بتلاقي زي ما تعمل ام ار اي على البايسبس تلاقيها فيري هيوج وفيها مايكرو ونيكروزس والكلام ده، بس ما تبقاش تيومر، هم بيسموها صود تيومر، ان هي الناس اللي بتحقن الحاجات دي في المصلز والكلام ده. في الناس اللي بتاخد بقى الاسترويد دول عندهم بيجي لهم هيباتوما، ده برضو قصه ثانيه. حد كاتب بيقول قصده محلول الملح، يعني مش عارف تونكس، يعني مش قصده فيتامينات بقى، ده قصده حاجه ثانيه. مش عارف لا يعني. لو المحلول الملح اللي هو الصلاين ما تفحص فيه العينه وتنزل المعمل مباشره، لو انت عندك مستشفى زي عندنا في عين شمس تخصصي المركز الطبي الجوي، في مستشفيات اوريدي فيها وحده هيستوباثولوجي، فالعينه اول ما بتخلص العمليه بتنزل في خلال دقائق العمليات، هم حتى بيطلبوا يقول لك ما بلاش تحط على فورمالين عشان بياخدوها ينشفوها وبتاخد منهم وقت في البروسيسنج، لكن لما تفعله مباشره بيشتغلوا عليها على طول. هو ده اللي هو اللي بتنزلها في صلاين زي ما قلنا، او احيانا حتى لو هي جروس تيومر زي ريسكتد مثلا فيمر والكلام ده بتنزل في دريسنج بس من غير اي حاجه خالص. تمام، اتفضل كمل. بس نعمل في نفس المكان، ما يبقاش يعني لسه هتروح بقى معمل خارجي والقصه. تمام اتفضل. ثلاثه ترانسفير والقصه. In case of main lesion in lateral femur biopsy will be lateral and the ده لسه مجاوب عليه. احنا قلنا النيوروفاسكولار باندل بتبقى لازم اسلكها عشان افصلها من الباك اوف ذا تيومر ديورنج الريسكشن بتاع الديستال فيمر، فبالتالي المستحب ان انا افتح كله ميديال. لكن لو المين ليجن لاترال هنفتح لاترال. انا وريتكم حاله والله اللي هي بتاع الاسس الساركوما والصوره بتاع البايوبسي المعموله لاترال وشلنا سكين سبتينيوس بجزء من الفصل اللاترالز بالايه مع الريسكشن والكلام ده عشان السيرج بتاعت المين بفتح ايه انتروميديال والكلام ده. السؤال اللي بعد كده، هل كل عينه هيستوباثولوجي تعمل لها مزرعه؟ لا طبعا، يعني لو انا فلويد وشاكك انها انفكشن وشكلها بص، بعمل عينتين، واحده في سرنجه دي بتروح كلشر وسنستيفتي والكلام ده، لكن لو هي سوليد تيشو واشعاعاتي وقراياتي كلها ما فيهاش فلويد و و و لا بيبقى هيستوباثولوجي بس، لكن لو انا شايف فيها فلويد كتير وبص لا لازم ببعت. وفي ياما حالات اشتغلتها وما بتطلعش بيور تيومر، بتطلع كبير كتير قوي من الحالات اللي عشان كده دايما ببعتهم في اكستندد كلشر وزين نيلسون اللي هو بياخد تقريبا من 28 ل 40 يوم عشان يطلع القسم. سؤال احمد سليمان، اوسو ساركوما كان دو اكسجنال بايوبسي؟ لا يا احمد، احنا قلنا الكلام ده بالتفصيل، اوسو ساركوما ما ينفعش اعمل اكسجنال بايوبسي لان انا باخد تيشو دايجنوزس، العيان لازم ياخد كيمو ثيرابي ميدوكوليجا، لو العيان ده ما خدش الكيمو ثيرابي وانت دخلت شلت له تيومر
وحصل له مشاكل هيرفع عليك قضيه وهيكسبها. لازم تبقوا واخدين بالكم النقطه ديت. المحامين دلوقتي بتلعب على القصه دي. فالصح الاسس الكوما والايوينج انا باخد انسيجنال بايوبسي وليس اكسيجنال، وان هو باخد ريبريزنتيف سفيشنت تيشو. بعد كده طلعت اسستر كوما وانا عارف من اشعاعاتي وقراياتي، يبقى العيان هياخد كيمو ثيرابي الاول وبعد كده بنعمل الايفالويشن عشان هنعمل لين بسالف شويه. ما ينفعش في ايه الاسستر كوما والايونج بالذات الا ان اعمل بيسموها انسيجنال بايوبسي. سمول اوسيفيكيشن 2 في 1 سم ان سايز ان ذا انتي كيوبيتال فوسا موستلي انترا كابسولار كود ات بي اوسيفايد سوفت تيشو بيناين تيومر ابروتش بليز. ده هو يعني الكلام عايم، يعني لو هي سمول اوسيفيكيشن احيانا بتبقى ساينوفيال كوندروماتوزيس. انا شفت حالات زي كده وبتلاقيها، بس بتلاقي انترا كابسولار في الالبو جوينت موجوده في الام ار اي. مهم قوي تشوف الام ار اي كويس هل ديت السينوفال كوندروماتوزس. مش كل حالات السينوفال كوندروماتوزس بتبقى مالتيبل، اللي هو بيبقى عندنا زي الرمل او اللي بيسموها البوب كورن اللي هو الهيفي كالسيفيكيشن اول اراوند الجوينت. في حالات بيبقى فيها سوليتري او ايه تو اوسفايد نيديولز وبتبقى سينوفال كوندروماتوزس بيسموها لوكاليزد فورم. فديت انا بفتح عليها دايركت ابروتش وافتح الكبسول بتاع الالبو، وطبعا ببقى عارف ان قريب من البندل والكلام ده، وبشيلها احيانا بتشيلها بكخر الحاجات اللي هي زي كده اللي هي 2 في 1 سم من سمول انسيجن، بس عارف ان هيرو فاستر باند فين وحاسس البلس بتاعك بس ما عورش الفيسل والكلام. هاو تو ديزاين ذا انسيجن ان ني شولدر تو بوت تيومر بروسيز از ذا سيم اوبريشن. ما احنا الكلام ده احنا قلناه في الدايجرام ان الانسيجن بتاعنا في الني الموست ريكومندد اللي هو الانتو ميديال عشان من مهم قوي بنسلك البندل. في الشولدر ما بنحتاجش نسلك البندل الا لو بخش ايه ديستال قوي، ال يعني كله بيبقى ديتاتشمنت للبكتوراليز واللاتيسماس دورساي من البروكسيمال هيومرس والروتيتور بتعملهم برضه ديتاتشمنت. فبالتالي الابروش بتاعك بيبقى ترانسدكتويد في الاول وبيبقى ريسكتد بعد كده. برضه السؤال الاخير، هل بنعمل تورنيكي ولا لا؟ مهم قوي ان انا لو هعمل تورنيكيه ان انا ما بعصرش في التيومر، ما بعملش اللي هو للاسمخ والكلام ده، لا برفع الرجل لمده دقيقتين ثلاثه، ممكن اعمل جنتل سكويز كده للفينز عشان التيشوز ما تبقاش كونجستد. ما بعملش تورنيكيه في التيومر خصوصا المالينجنت تيومر عشان ده بيعمل شاور اوف تيومر امبلايد مع التعصير والكلام ده. الحاجه الثانيه لو عملت تورنيكيه لازم اعمل له انفليشن وافضيه قبل ما اقفل الجرح عشان اعمل جود هيموستيسيس. ده مهم قوي ان انا ما بعصرش وانزل التورنيكيه قبل ما اقفل الجرح. وفي سؤال items included in histopathology request. هو بس البار جري لفوق. وفي سؤال جه بعد سؤال التورنيكيه بيقول items included in histopathology request. لا ما احنا اخر تو سلايد، احنا قلنا الاخر تو سلايد اقراهم كويس. لو انت عندك الفيديو هتلاقي فيها الايتمز اللي بنقراها اللي بطلبها في الباثولوجي، ولو في والايتم اللي بطلبها في الريسكتد سيجمنت هتلاقي اخر تو سلايد اللي هو تو كونفيرم الدايجنوزس والاكوريت تيشو دايجنوزس والفينوتايبنج الكلام ده قلناه في اخر تو سلايد. طيب يا عامه المحاضره يا جماعه موجوده على صفحه قسم العظام مستشفى النيل على الفيسبوك وليتر اون على اليوتيوب ان شاء الله. بس في حاجه ثانيه يا اسامه ولا كده خلاص؟ انا مش شايف عندي اسئله ثانيه. في لا في سؤال جه تاني اهوت. How can I get certification of attendance serve؟ ده نفس الكلام، عايز حد عايز certification يعني. وسؤال يا محمد بتاع التورنيكي. اتفضل يا بي. هو جا لا هو كاتب كده الرول اوف تورنيكي تستخدمه ولا لا؟ احنا قلناها يا بي، احنا لسه قايلين قلنا التورنيكي لو هستخدمه
له قاعدتين. القاعده الاولانيه ما بعملش اسمه وما بعصرش، لان ده بيعمل في المالجنت تيومر حاجه اسمها شارف امبولاي، ممكن تبعت التومر في اللانج، لان 20% من البرايمري ساركوما بتدي انتسس في اللانج، فمش ريكومند ان انا استغل ان انا اعصر اسمك والكلام ده. بعرف على الرجل 2 3 مع جنت سكويز وفاكيويت الفينز عشان البيشنت كونجست وبس. ده اول قاعده. القاعده الثانيه، لو استخدمت تورنيكيه لازم اعمل له انفليشن وافضيه قبل ما اقفل الجرح، عشان لو في ما يبقاش فيه هيماتوما، ولو في شويه اوزنج والكلام ده اقدر اعمل كوترايزيشن اوقف الهيماتوما وجودهم سيز والكلام ده. فدول الشرطين لو هستخدم تورنيكيه والكلام. في سؤال يعني رغم ان هو سيمبل هو برضك مهم جدا على فكره. كان ريجلر اورثوبيديست نوت سبيشلايزد ان تيومر سيرجي دو سيمبل تيومر كيسز، وات از ذا ليميت؟ لا ما فيش حاجه اسمها ليميت، احنا كلنا بنتعلم وده ليرنينج كيرف. يعني هي الفكره كلها ان انا عارف الرولز والقواعد والسيفتي بس، عشان برضو انت بتتعامل مع مريض ما تاذيش المريض. ما هي الفكره، ما كلنا ممكن نشتغل باللي بيسموها في الصدر زي ما بنقول، بس هي الفكره انا لو عملت عيان ودخلت كومبليكيشن بتندم بعد كده، فلازم انا ابقى عارف الرولز، عارف الخطوات، السيفتي بتاعي فين. لازم اللي بيشتغل تيومر سيرجري لازم يبقى بيعرف اناتومي كويس قوي والديسكشن. الحاجه الثانيه تقرا اشعاعاتك كويس، عشان ان هنا بيبقى الاناتومي يعني بنسميه اتنويتد، مش يعني هتلاقي الفيسل ترانسليتد على سيرفيس اوف ذا تيومر مكانه بيتغير، فلازم دي الحاجات دي كلها تبقى قاريها كويس في البري اوبرتيف ايفالويشن بتاعها، عشان ما تخشش. انا مش عايز اقول لك شفت حالات الفيسل بيتقطع ومن بعض الناس لانه مش قاري اشعاعاته كويس، ويكلمني يقول لي انا مزنوق في حته، في الحته الفلانيه دي هتعمل له ايه. فالفكره كلها اللي هيشتغل تيومر لازم يبقى جود، انا يعني بيسموها دي السيكتور، عارف اناتومي كويس، وفي نفس الوقت كلنا بنبتدي من الصفر، ما حدش اتولد علامه. الفكره في ليرنينج كيرف وبيبقى تصاعدي، كل ما تشتغل اكتر بتشوف اكتر، بتواجه مشاكل اكتر، بتعرف ازاي تحلها والقصه. طيب دكتور محمد، انا حاسس ان انت المحاضره ديت عاملها مخصوص عشان تقول مسج واضحه وصريحه لينا، صح؟ لا ما فيش حاجه، قولها ما يقولها يعني على طول. لا لا ما فيش حاجه والله، انا عايز الناس تستفيد، ان انا اكتر واحد الحمد لله اشتغلت في مصر، يعني ما بشكرش في نفسي، اشتغلت ان شاء الله وشفت كومبليكيشن رهيبه من زملاء، والحمد لله بقى يعني بهدي العيان، ولو حاجه بيسموها سالفيجابل بتقدر تعملها ريفيجن بتحلها. بس هي الفكره ان احنا عايزين يعني السيفتي ليك كجراح، وفي نفس الوقت برضو يعني التيومر فيها ريكرنس، يعني في احسن حته في امريكا في العالم تخش اقرا بيبرز كتير، الاسر كومر ريكرنس ليت 11% ل 17 في احسن حته في العالم. انت بس انت يو ماست دو يور بيست بحيث توصل، يعني مش هنوصل ل 90% زيهم وايه كيور، بس لو وصلت 70% كنترول وعندك نسبه شفاء 70% انا بعتبره ده اكسلنت معجز. بس حالات البناين تيومر انا لو كحدت كويس ونظفت كويس وعملت و بتمنع الريكرنس. جانت سيل تيومر هنقولها في محاضرتها ان شاء الله لو في عمر، يعني الريكرنس ريت فيها بالسيمبل كريتاش 50%، نسبه عاليه جدا. لكن لو عملت كذا وكذا 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 بمنع الريكرنس، هنزله ل 1-2%. فالفكره ان كلنا بنتعلم، وطول ما انت بتتعلم البرفورمانس بتاعك بيزيد بس، والاداء بيبقى احسن طبعا. ناس قبل المحاضره كنا عندنا الكونسبت ان ده يعني انت بتاخد بيبسي من عين انت ما درتوش في حاجه، بل العكس احنا عندنا اعتقاد ان انت بتساعده. فهل حضرتك عايز يعني تغير الكونسبت دوت او تعدله مثلا؟ لا ما احنا قلنا يعني انت وخدت رونج انسيجن، عملت العيان ترانسفيرس، عملت هيماتوما، بوظت. انت شفت الصور اللي انا عرضتها، عيان بينتج امبيوتيشن بعد بيوبسي قبل ما تعمل له اي حاجه، ده بالبلدي كده اللغه العاميه، حرام ولا مش حرام؟ يعني عيان داخل تعمل له بيوبسي انتهى بماسف هيماتوما في الصايد كل الكومبارتمنت باطل، فانت بتضطر تعمل له بيوبسي. لكن لو انت اتبعت الرولز قدر المستطاع بتميز المشاكل ان شاء الله. يعني التيك هوم مسج ان تبتدي ندخل شويه موضوع السي تي جايد بيوبسي والكلوزد بيوبسي تريبليس يعني الجايد بيوبسي ميزتها زي ما بنقول زي المنظار، خرم صغير والكومبليكيشن بتاعتها قليله جدا،
الحاجه الثانيه بتخلي الميد سيرجري هي الاساس، دي حاجه اللي هيشتغل تيومر بعد كده ولا الكلام. الحاجه الثانيه احنا قلنا في تيومر كتير انت ممكن تعملها اكسجن وزاوت بايوبسي زي ما قلنا، حالات اللي في الديسبنسبل والريسكتابل بون، حالات السوفت تيشو معظمها يعني انا ما يعني نادرا ما بعمل بايوبسي فيها يعني الا لو حاجه يعني فيري هيوج وفيها مشاكل والكلام. لكن لو ليبوما فايبروما زي ما شفنا في الامثله، حاجات اللي هي الليميتد دي انا ممكن اعمل لها على طول اكسيشنال بايوبسي في نفس الوقت كمين سيرجري وهيستوباثولوجي. الحاجه بقى الاخيره بما ان ما بقاش فيه اسئله، ان شاء الله الصفحه بتاعتنا هتبقى كل يوم ثلاث تقريبا، يعني من اسبوع ل 10 ايام هبتدي بموضوعات تصاعديه. فاول حاجه هبتدي بيها يعني اللي هي بتكون 20% من البناين تيومر اللي هي الاوستيوكوندروما، وده موضوع كبير جدا ما هوش سيمبل. يعني الاوستيوكوندروما ممكن تبقى يعني القاعده الاساسيه ما بنعملش عمليات فيها، بس انت هنعمل عمليات، ايه الكومبليكيشن بتاعتها، الاناتوميكال سايز، الديفيكال سايز، الحاجات دي كلها هناخدها كده على كذا مره، كل مره كام مثال، وفي الاخر بعد مثلا 3-4 مرات ممكن نجمعهم في ليكتشرز كامله نتكلم على الاوستيوكوندروما ان ديتيلز ان شاء الله، وهكذا السيمبل بون سيست انيوزمال بون سيست. هنمشي سنه سنه بحيث برضه الناس تستفيد ان شاء الله. تمام. طبعا نشكر دكتور محمد. دكتور عاطف عايز توجه كلمه اخيره ولا حاجه؟ الشكر دايما دايما لمحمد، بجد كلنا استفدنا يا اسامه من المحاضره دي، وربنا يجازيه خير عننا كلنا، والى لقاء قريب ان شاء الله. شكرا. دكتور محمد عايز توجه كلمه للشباب؟ ده ما فيش حاجه بقى، احنا كده تقريبا خلصنا الجزء الحاجات الجنرال كلها. ربنا يسهل يعني لو في لقاءات بعد كده هتبقى هنتكلم بقى على انديفيدوال كده وسبيسيفيك تيومر وهاو تو ديل مع كل واحده ان شاء الله بالتفصيل. ده ان شاء الله يا باشا يبقى في لقاءات، ربنا يديك الصحه والعمر ويمتعك بعلمك وبصحتك وباولادك، وربنا يجزيك خير عننا وعن كل اطباء مصر. وفعلا يعني مش عايز اقول لك مشاعر جياشه، الناس كلها بتحبك وبتدعي لك، ربنا يجزيك الخير ان شاء الله. وكمان يعني حضرتك بتثبت بالصفحه اللي حضرتك انشاتها لخدمه يعني المرضى والجراحين العظام، ان حضرتك بتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. ربنا دايما يصلح نيتك دايما كده، ويخليك لينا ويخليك لكل الناس ويخليك لاسرتك الطيبه. وشكرا لكم محمد، وشكرا لكم يا جماعه. وان شاء الله الجمعه الجايه ميعادنا مع الاستاذ الدكتور اسامه حجازي الساعه 8 ان شاء الله، وتصبحوا على خير كلكم. شكرا.